بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. طبعا ألف ألف مبروك لكل الأهلوية. خلال الأسبوع اللي فات الحقيقة فاز النادي الأهلي على فريق سيراميكا كليوباترا ويتصدر الدوري العام المصري ب 64 نقطة، فوز عريض برباعية نظيفة على سيراميكا كليوباترا، أربع أهداف ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايه، وهدف رائع رابع لمجدي أفشة. قبل ما أتكلم عن المباراة وقبل ما أتكلم عن أي شيء، الحقيقة عايز أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الهدوء، وهحكي لحضراتكم حكاية حلوة كده، بس عايز حضراتكم تركزوا معايا علشان نشوف إيه اللي بيحصل، واللي إحنا الكلام اللي إحنا هنقوله ده هو مجرد تنبيه، مجرد تنبيه، مش عايزينه يحصل مرة تانية، لأنه في الحقيقة وأنا هنا لما بتكلم باسمي، باسم البيت الكبير، باسم قناة النادي الأهلي، ولكن ما بنتكلمش عن مجلس إدارة النادي الأهلي أو ما بنتكلمش عن مدير الكرة في النادي الأهلي، إحنا بنتكلم فيما يخص قناة النادي الأهلي، والأمور اللي بنعرضها لحضراتكم بنعرضها لأنها وجهة نظرنا فيما سيحدث خلال الفترة اللي جاية، وحاجات اتكلمنا فيها مع حضراتكم قبل كده. أبدأ مع حضراتكم بالحكاية الحلوة اللطيفة، بس عايز حضراتكم تركزوا معايا بس لمدة 10 دقايق أو يمكن أقل من كده شوية كمان، لأنها حكاية لطيفة وغريبة في نفس الوقت، يعني أنا مستغربها وبحط عليها علامة استفهام. ليه بحط عليها علامة استفهام؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. النادي الأهلي احنا داخلين الأول على 6 ماتشات صعبة جدا خلال الفترة اللي جاية، 6 ماتشات تحدد من هو بطل الدوري العام المصري. الست ماتشات القادمة لو فاز بيهم النادي الأهلي سيصبح بطلا للدوري العام المصري للمرة 43، وده اللي كل جمهور النادي الأهلي عايزه، ده اللي كل جمهور النادي الأهلي عايزه. علشان كده بنتكلم دايما بالمنطق وبالعقل وبالراحة، وبنولع نور كده أو بنضيء نور للناس عشان تبص عليه، بس مش أكتر، مش حاجة تانية. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم أو القصة اللي عايز أحكيها لحضراتكم هي قصة بسيطة، بسيطة جدا، ولكن هي محتاجة شوية تركيز علشان فيها أطراف كتيرة جدا، فيها أطراف أهلي وزمالك وإمبي وإسماعيلي. أهلي وزمالك وإمبي وإسماعيلي. يعني إيه أهلي وزمالك وإمبي وإسماعيلي؟ هقول لحضراتكم حالا. الأول هو الست ماتشات القادمة، هل ينفع إن فريق يريح زيادة عن فريق تاني في الست ماتشات القادمة؟ لا. ينفع الأهلي يلاعب فريق يكون مريح بقاله أسبوع، الفريق اللي هيلاعبه النادي الأهلي مريح بقاله أسبوع، والفريق المنافس يكون الفريق اللي هيلاعبه مريح بقاله يومين بس؟ هل ده من العدل ومن المنطق؟ أنا مجرد أسئلة هطرحها وأتمنى أن يكون فيها إجابات. طب يعني إيه يا عم إسلام الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام اللي أنا بقوله ده هوريه لكم في جدول بسيط، حاول تنزل هنا سمير لو سمحت، هو جدول مباراة امبارح. خلينا نبدأ بامبارح. الزمالك والأهلي لعبوا في اسكندرية، أو الزمالك والأهلي لعبوا امبارح. الزمالك لعب مباراة في اسكندرية ضد المحلة، والأهلي لعب ضد سيراميكا كليوباترا في القاهرة. طيب الأسبوع ده إيه اللي هيحصل؟ الأهلي سيلاقي النادي الإسماعيلي في اسكندرية يوم الأربعاء، الزمالك هيلاعب الاتحاد في اسكندرية يوم إيه؟ يوم الثلاث. يبقى الزمالك لاعب المحلة ولاعب الاتحاد في اسكندرية. يوم السبت اللي جاي الأهلي هيلاعب إنبي في القاهرة، والزمالك هيلاعب الإسماعيلي في إسماعيلية. ده اللي احنا شايفينه في الجدول، وده المقرر في الجدول العام المصري. تكافؤ الفرص بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الفريق اللي هيلاعب الأهلي يلعب في نفس اليوم اللي هيلعب فيه منافس الزمالك، والزمالك يلعب في نفس اليوم اللي هيلعب فيه النادي الأهلي ماتشه. ليه بنقول كده بقى؟ لأن المنافس لعب السبت وهيلعب الثلاث في اسكندرية، يعني مريح في مكانه. نادي الزمالك هيريح في مكانه. الأهلي لعب السبت في القاهرة وهيلعب الأربع في إسماعيلية، ويرجع يلعب السبت تاني أنا آسف، بيلعب الأربع في اسكندرية ويرجع يلعب يوم السبت تاني في القاهرة.
منافس النادي الأهلي على الدوري العام المصري هيلعب يوم الأربع، بقاله أسبوع المنافس بتاعه الأربع بقاله أسبوع أو أكتر مريح، والمنافس بتاع يوم السبت بقاله 5 أيام مريح. أما بالنسبة للفريق اللي هيلعب المنافس هيلعب الأهلي يوم الأربع، وده ماتش قوي زي ما حضراتكم عارفين. مباريات الأهلي والإسماعيلي دايما بتبقى مباريات قوية جدا ومباريات صعبة جدا طول عمرها، وستظل كذلك، لأن مباريات النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي هي مباريات صعبة للغاية. وبالتالي الأهلي هيلعب الإسماعيلي يوم الأربع في الإسكندرية، والزمالك هيلاعب الاتحاد السكندري يوم الثلاث في إسكندرية. مظبوط؟ تمام. طيب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ الأهلي هيلاعب يوم السبت إمبي في القاهرة، والزمالك هيلاعب الاسماعيلي في اسماعيليه. ده كلام مظبوط. طيب انبي والاسماعيلي بقى، انبي والاسماعيلي، انبي بقاله اسبوع مريح، او يعني هيلعب بكره مباراه، بكره هيلاعب انبي هيلاعب سموحه في القاهره. بكره ايه؟ بكره الاثنين، بكره الاثنين، فانبي هيلاعب سموحة في القاهرة، وبعدين هيقعد يوم الثلاث والأربع والخميس والجمعة، ويلعب الأهلي يوم السبت إن شاء الله في القاهرة. إذن إنبي مريح 4 أيام، وهيلعب في اليوم الخامس في القاهرة في المكان اللي هو موجود فيه، مسافرش ولا راح ولا جه. طيب الإسماعيلي بقى، الإسماعيلي هيلاعب النادي الأهلي يوم الأربع في اسكندرية. وما أدراك ما قيمة مباراة الأهلي والإسماعيلي بتبقى عاملة إزاي؟ أي فريق بيلعب النادي الأهلي خصوصا مباريات الأهلي والإسماعيلي بتبقى مباريات صعبة جدا جدا جدا. يبقى الأهلي هيلاعب الإسماعيلي يوم الأربع في اسكندرية، وبعدين الإسماعيلي هيروح يلعب الزمالك يوم السبت في إسماعيلية. يبقى الإسماعيلي مريح إيه؟ مريح الخميس والجمعة، وهيلعب السبت في اسماعيليه مع مين؟ مع نادي الزمالك. وانبي اللي هيلاعب الاهلي يوم السبت مريح ثلاث واربع وخميس وجمعه، وهيلعب يوم السبت مع النادي الاهلي في القاهره. طب يعني هل ده كلام؟ هل دي معناها عداله؟ انا بسال، هو سؤال وعلامه استفهام. لعبنا يوم السبت والاربع وهنلعب السبت كأهلي. طيب انبي والاسماعيلي مره تانيه، انبي هيلعب بكره سموحه في اسكندريه، وبعدين هيقعد ثلاث واربع وخميس وجمعه، ويلعب هيلعب سموحه في القاهره، هيقعد ثلاث واربع وخميس وجمعه مريح، ويستنى الاهلي يوم الخميس، والاهلي هيلعب الاسماعيلي يوم الاربع. ومره تانيه بقول، وما ادراك مباراه الاهلي والاسماعيلي بتبقى عامله ازاي؟ فبالتالي هو الموضوع بس كده ايه، عشان في 4 5 فرق، لو حضراتنا لو بس ركزنا شويه في الموضوع ده هنعرف. وهو سؤال، انا لا اقصد شيء باي حال، بمنتهى الهدوء احنا بنطرح قضيه وبنطرح تساؤلات هاديه جدا، علشان لو حد عنده اجابه للكلام اللي احنا بنقوله ده يا ريت يقوله لنا. لو حد عنده اجابه يقول لنا، المفروض ان الفرق اللي بتلعب والتنافس خلال الست ماتشات الاخيره دي، يعني بعد 6 ماتشات احنا عندنا 18 نقطه عايزين ناخد منهم 18 نقطه، اكيد المنافس عايز يعمل كده، اكيد بقيه الفرق اللي بتتنافس على الهبوط عايزه تاخد النقاط الفتره اللي جايه. فعشان كده ليه ما تبقاش المباريات كلها في يوم واحد؟ ليه ما حضرتك ما تعملش كل المباريات اهلي وزمالك بيتنافسوا على الدوري العام، وبالتالي ما تخليش واحد بسيط زيي يطلع يتكلم في حاجه زي دي؟ عشان اللي ياخد دوري ياخده بعداله، اللي ياخد دوري ياخده بعداله، لكن انت هتلعب الاهلي والاسماعيلي يوم الاربع، وبعدين الزمالك والاسماعيلي يوم السبت، يبقى الاسماعيلي رايح عامل ازاي يوم السبت في اسماعيليه بيلعب الزمالك؟ وهو لاعب الاربع الساعه 9 بالليل. ومباريات الاهلي والاسماعيلي دايما بتبقى مباريات صعبه جدا، وكل اللاعبين اللي فيها بيبذلوا اقصى مجهود، وبالتالي غير السفر من اسكندريه لاسماعيليه.
غير السفر من اسكندريه لاسماعيليه. وبالتالي خدوا بال حضراتكم بس من الكلام ده، لانه كلام مهم جدا جدا جدا. يا عم اسلام، وانت بتتكلم في 24 ساعه؟ اه بتكلم في 24 ساعه، انا بتكلم في ساعه كمان. الساعه بتفرق مع اللاعب في مثل هذه الظروف ومثل هذا التوقيت، لانه توقيت صعب جدا. 6 ماتشات في اخرهم، ربنا يكرمنا ان شاء الله ب 18 نقطه ناخد الدوري العام المصري رقم 43، اللي احنا هنتعب فيه جدا جدا جدا، لان كل المباريات السته القادمه هي مباريات صعبه للغايه للنادي الاهلي. وبالتالي لازم تبقى الناس كلها متساويه في كل شيء. بالمناسبه انا واثق جدا في لعيبه النادي الاهلي، كلنا كجمهور النادي الاهلي، مش انا، كل جمهور النادي الاهلي واثقين في لعيبتنا جدا. حضراتكم شفتوا في مباراه سيراميكا كليوباترا ايه اللي حصل، اداء جيد جدا من كل اللاعبين، 4 اهداف ومميزات كثيره جدا وايجابيات كثيره جدا في هذه المباراه، ولكن عندنا ثقه كبيره جدا. ولكن في نفس الوقت زي ما بتريح بقيه الفرق، انا عايزك تريح النادي الاهلي لو سمحت، او تخلي الناس كلها تلعب في توقيتات واحدة، خصوصا الناس اللي بتتنافس سواء في قمة الدوري او في او على الهبوط. لكن انا هنا بتكلم النادي الاهلي، او انا هتكلم عن النادي الاهلي. فحضرتك مريح لي امبي من يوم الثلاث، يعني الثلاث واربع وخميس وجمعة، وهيجي يلعبني يوم السبت. والاسماعيلي حضرتك ملعبه مع الاهلي يوم الاربع، وبعدين هتلعبه مع الزمالك يوم السبت في الاسماعيلية. طب ده ليه؟ أنا ما فهمتش الحقيقة، وأتمنى إن حد يطلع يفهمني. وبالمناسبة إحنا ما عندناش أي مشكلة، وبنحب نسمع، وبنحب دايماً نتكلم، وبنحب نقول وجهات النظر المختلفة، ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة. فكل اللي أنا بطلبه بس إن إحنا ناخد بالنا من الفترة اللي جاية، لأنها فترة صعبة جداً. مش عايزين حد يطلع يتكلم في أي حاجة، عايزين الناس وهي طالعة تتكلم، إن شاء الله الأهلي ياخد الدوري يبقى واخده وهو عن جدارة واستحقاق وكل شيء. ما عندناش أي مشكلة مع أي حد، ولكن في النهاية من فضل حضراتكم العدالة حتى في تنظيم المسابقات والمباريات خلال ال6 ماتشات دول. هما كلها 15-16 يوم، وإن شاء الله يبان اللي هيحصل إيه ومين هياخد الدوري. إن شاء الله يبقى من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله، ولكن من فضل حضراتكم لو سمحتوا خدوا بالكم من مثل هذه الامور. ولو حد عنده تفسير، ممكن حد يقول اصل الزمالك بيلعب في اسكندريه والاهلي بيلعب في القاهره، ممكن يكون في تفسيرات للموضوع كثيره جدا، ولكن ما فهمتش برضو. انا مش فاهم هو ليه امبي وليه الاسماعيلي اللي هيلعبوا الاهلي والزمالك، واحد بيلعب يوم الاثنين وواحد بيلعب يوم الاربعاء، وبعدين يسافر الاسماعيلي، يسافر من اسكندريه للإسماعيلية عشان يستنى الزمالك. حاجة غريبة جدا، وبالنسبة لي هي علامة استفهام. أتمنى إن حد يطلع يقول لي، قد تكون في حاجة غايبة عننا، قد تكون في حاجة غايبة عننا، اطلعوا بس قولوا لنا يا جماعة من فضلكم ليه حصل 1 2 3، ما عندناش أي مشكلة في هذا الأمر. تاني حاجة التحكيم. الفترة اللي جاية وكل شوية هقول هذا الكلام، وكل شوية هأكرر هذا الكلام، الفترة القادمة محتاجة كل الحكام الدوليين، احنا عندنا 20 او 21 حكم، ممكن جدا هم اللي يتبادلوا التحكيم في المباريات القادمة، لانها مباريات صعبة. امبارح في مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا ركلة جزاء، او كسبنا 4-0، مظبوط ولا مش مظبوط؟ الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 4-0، ما عندناش اي مشكلة. ولكن قبل كده ركلة جزاء لم يتم احتسابها لمحمد هاني امبارح، او يعني قبل كده في مباراة المحلة، ايضا امبارح في مباراة المنافس للنادي الاهلي نادي الزمالك امبارح تم احتساب ركلة جزاء. لو جبت لي الصورتين يا سمير لو عندك، طيب لو سمحت حطها لنا، حط لنا الصورتين افضل عشان الجمهور يبقى عارف احنا بنتكلم في ايه. فاعتقد ان هي نفس الصورة هنا، هي نفس الصورة هنا. اتفضل حضرتك، دي تم احتسابها ركلة جزاء، ودي لم يتم احتسابها ركلة جزاء للنادي الأهلي، والاثنين المحلة بالمناسبة، والاثنين المحلة. محمد هاني هنا لم يحتسب وخسرنا في هذه المباراة، وهنا المنافس النادي الأهلي نادي الزمالك كان
اتحسبت له ركلة جزاء و1-0 وبعد كده فتحت المباراة. أنا مش فاهم إيه الفرق ما بين ركلة الجزاء دي وركلة الجزاء دي. لو حد يقدر يقول لي إيه الفرق ما بين ركلة الجزاء دي وركلة الجزاء دي لو سمحتوا اطلعوا ووضحوا لنا. على فكرة هي كلها تساؤلات. نحن لا نشكك في ذمم حد ولا نشكك في أي حد. إحنا دايماً لما بنيجي نتكلم بنتكلم من الناحية الفنية. دي لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء دي ولماذا تم احتساب ركلة الجزاء دي؟ بس أدي الموضوع. فالفترة اللي جاية الست مباريات القادمة خلاص ده أصبح أمر واقع دلوقتي. الست مباريات القادمة عندنا الفي آر. الفي آر اللي بالمناسبة ما بيتطبقش غير على النادي الأهلي. امبارح الكابتن ناصر عباس شرح الموضوع بتاع الهدف اللي أحرزه الهدف اللي أحرزه النادي الأهلي امبارح ولم يتم احتسابه. الكرة اللي جت في صدر محمد مجدي قفشة وراحت واتعملت بالعرض وهدف. الكرة دي لم تحتسب ليه؟ محدش عارف لغاية دلوقتي ليه؟ على الرغم من ان امبارح رجعنا للفار، الحكم الرئيسي في المباراة رجع للفار. طب هو احنا عاملين الفار عشان يلغي أهداف الأهلي بس؟ هي دي الكرة. هي دي الكرة اللي أنا بتكلم عنها. اتلعبت بالعرض محمد شريف هدف. الحكم رجع للفار لقاها هاند بول وهي ما فيهاش أي حاجة، وكابتن أمين عمر على فكرة كابتن أمين من الحكام الكويسين أهي. مش أنا اللي بقول كل خبراء التحكيم قالوا إن الجون ده هو هدف صحيح 100%. هدف صحيح 100%. فأنا الحقيقة حاجات غريبة جدا أنا بشوفها لازم دايما أعمل عليها علامة استفهام وبتكلم بمنتهى الهدوء وبالراحة جدا علشان نفهم بعض والموضوع يوصل لجمهور النادي الأهلي. هدف صحيح تم إلغائه، ركلة جزاء لم يتم احتسابها، المنافس بيتم احتساب لي ركلة جزاء، وبالتالي هي ركلة الجزاء دي هي ركلة الجزاء دي، لماذا لم تحتسب والاثنين قدام المحلة؟ لماذا لم تحتسب هنا واحتسبت هنا؟ فبنشوف حاجات الحقيقة لازم ننبه ليها خلال الفترة اللي جاية. محدش هيسكت على مثل هذه الامور لان الست ماتشات اللي جايه لا تحتمل الاخطاء. طبعا في اخطاء وارده طبعا ما عندناش مشكله فيها، ولكن حضرتك بتبص في الفار، حضرتك معاك اتنين مساعدين، حكام الفار لازم يفوقوا شويه في هذا الامر. مش كل حاجه على النادي الاهلي نرجع للفار وعلى راي الكوميكس اللي اتعملت كلها امبارح على السوشيال ميديا. الهدف اللي احرزه النادي الاهلي مثلا في الدقيقه 30 يقول لك رجع لي اللعبه كده من الدقيقه 25 والناس تحب ان هي تقعد تتفرج على الـ على الـ على الكوره وهي بتتلعب من الدقيقه 25. وده الحقيقه كلام غير صحيح. الفتره اللي جايه تحتاج الى التركيز من كل المنظومه الرياضيه في كره القدم المصريه، لان الست ماتشات القادمه مباريات صعبة جدا جدا جدا. مباريات صعبة على اللاعبين، على الأجهزة الفنية، على الحكام. الحكام دول حكام الساحة وحكام الفار. حكام الساحة وحكام الفار. فيا جماعة من فضلكم، من فضل حضراتكم لكل اللي شغالين في المنظومة الرياضية سواء أجهزة فنية، سواء لاعبين، سواء حكام، من فضل حضراتكم فاضل ست ماتشات، يجب ان يكون هناك تركيز كبير جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. ومن فضل حضراتكم نلعب المباريات في وقت واحد. ممكن مباراه قبل مباراه تمام ماشي مع ان ده غلط برضو، لكن الست ماتشات القادمه لا تحتمل فوق وتحت المنافسه على القمه والهبوط الى الدرجه الثانيه. انا ما بتكلمش طبعا باسماء هؤلاء الانديه، ولكن أنا بتكلم يعني بتكلم عن النادي الأهلي. موضوع إحنا شفناه النهارده وقعدنا استغربنا، يعني قاعد أنا والشباب بنتكلم في الموضوع استغربنا جدا، ليه حضرتك بتلعب إنبي من يوم الاثنين وبتلعب الأهلي والإسماعيلي يوم الأربع؟ وبعدين السبت الزمالك يلعب الإسماعيلي والأهلي يلعب إنبي، إنبي مريح رايح للنادي الأهلي مريح وواقف على رجله وتمام والأمور كويسة جدا، والنادي الإسماعيلي بيلاعب النادي الأهلي يوم الأربع في اسكندرية وهيرجع الاسماعيليه يلعب الزمالك يوم السبت. طب اين المنافسه في هذا الامر؟ او اين عداله المنافسه في هذا الامر؟ لولا ان احنا بنتكلم عن نادي كبير زي النادي الاسماعيلي، نادي له جماهيريته ونادي له اسمه
وبالتالي هيموت نفسه على كل نقطة عايز يلعبها أو عايز يكسبها. لكن أنا بتكلم على الشكل العام للموضوع. فأتمنى إن أعضاء اللجنة الثلاثية اللي موجودين في اتحاد كرة القدم من فضل حضراتكم بصوا على مثل هذه الأمور، لأنها أمور قد تثير الشك. وإحنا الحقيقة دورنا إن إحنا دايما ننور نور، ننور نور. وأنا بثق الحقيقة في العدالة سواء في التحكيم أو حتى في لجنة المسابقات اللي بتضع المباريات أو في توقيتات المباريات، ما عندناش مشكلة. ولكن ناخد بالنا بس من مثل هذه الأمور يا جماعة. الحاجات دي بتبقى بسيطة جدا وسهلة جدا إن هي تتحل، سهلة جدا إن هي تتحل. هتقولي قولي الحل، أنا مش بتاعتي إن أنا أقولك الحل. بالمناسبة أنا أقدر أقوله لك، لكن أنا مش بتاعتي إن أنا أقولك الحل. الحل دايما حضرتك متعين في هذا المكان كلجنة ثلاثية وكل اللجان اللي موجودة معاهم، حضراتكم متعينين علشان وبتاخدوا مرتب علشان تحطوا المباريات في وقتها الصحيح اللي يتناسب مع كل الفرق بالمناسبة. ولكن أنا هنا هتكلم عن النادي الأهلي، لكن أنا عارف أن حضراتكم ناس محترمة وعندكم عدالة وكل شيء. ولكن في النهاية ناخد بالنا من مثل هذه الأمور البسيطة جدا جدا جدا، سواء تحكيميا أو تنظيميا في المباريات، لأنها أمور أتمنى إن هي ما تحصلش الفترة القادمة، لأنها في النهاية ست مباريات. كلنا هنبقى في ظهر النادي الأهلي، وكلنا هنفضل واقفين في ظهر النادي الأهلي كإعلام، كجمهور، كجهاز فني طبعا، كلاعبين. كل اللاعبين مركزين في هذا الأمر، لكن دايما بيتساءلوا اللعيبة، دايما بتتساءل. يعني محمد شريف لو كان جاب الجون ده كان وصل ل 20 جون مش 19، أو 19 أنا آسف مش 18، وكان اقترب قليلا من إن هو يعدي رقم بلال، أحمد بلال. فالحاجات دي بتفرق فرديا، وكمان بتفرق إن هو ده كان هيبقى الهدف الثاني اللي لم يتم احتسابه في مباراة أمس. يا عم إسلام، وأنت بتقول الكلام ده وأنت كسبان 4؟ أيوه بقول الكلام ده وأنا كسبان 4، لأن العدالة مش فارق أنا كسبان 4 ولا كسبان 5 ولا لا قدر الله عندي مشكلة، لا. العدالة يجب أن يتم تطبيقها سواء كسبان أو خسران لا قدر الله، لأن العدالة دي أنا عايز تتطبق عليا وتتطبق على كل الناس سواء في التنظيم أو في التحكيم. وكل حكامنا، احنا عندنا حكام رائعين وحكام هايلين، ولكن ناخد بالنا يا جماعة ونركز أكتر. لو تركزنا 70-80% نوصله ل 90-95%، لو نقدر 100% يبقى أحسن، لأن الست ماتشات القادمة هي الدوري العام المصري. وبالمناسبة احنا جايبين الفي ار ده ليه؟ مش احنا اللي جايبينه، العالم كله او الاتحاد الدولي لكرة القدم حط الفي ار ده ليه؟ الفار لتطبيق العدالة، لتطبيق العدالة ولمساعدة حكم الساحة في تطبيق العدالة اللي احنا دايما بنطلبها. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. معانا الحقيقه عبر زوم واحد من اساطير ليفربول وكره القدم الانجليزيه، ديفيد فيركلوف، صاحب المسيره الطويله مع ليفربول والمتوج بكل البطولات في السبعينات والثمانينات مع الريدز، وهو ايضا ضمن افضل 20 لاعب في تاريخ ليفربول، واحد ابرز نجوم الجيل الذهبي المتوج بثلاث بطولات دوري ابطال اوروبا. هنتكلم معاه في كل الملفات عن محمد صلاح وعن ميسي وعن كل هذه الملفات. خليني ابدا طبعا بتحيه هذا النجم الاسطوري الكبير ديفيد فيركلوف، اهلا بيك. مساء الخير، يسعدني جدا ان انا اكون معاكم النهارده. اهلا بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. واول سؤال لحضرتك في البدايه، كيف ترى انطلاقه الموسم في البريمير ليج بتتويج ليستر سيتي بالدرع الخيري؟ المفاجاه كانت ان ليستر كان يعني قدام مانشستر، وانا شايف ان معظم الفرق يعني كانوا متوقعين سيتي هو اللي يكسب، انه يكسب كل المباريات اللي كان بيلعبها اليومين اللي فاتوا. ولكن البدايه، بدايه الموسم ربما يعني اقدر اقول ان هي كانت
نقطة بداية كويسة إن يكون في هذا التنافس قدام مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي. أنا شايف إن المنافسة بين الثلاثة النهاردة هتكون قوية الموسم ده. طيب تتوقع انطلاقة ليفربول إزاي في هذا الموسم أو الموسم المقبل؟ طبعا أنا شايف إن هم إن شاء الله هيعملوا بداية قوية، وربما هنحتاج واحد أو اثنين عقود جديدة قبل ما تتفتح، قبل ما تغلق ويندو التعاقدات. أنا شايف إن ليفربول النهاردة بالتأكيد هينافس على الألقاب الكبرى طبعا. طيب من وجهة نظرك مين اللي ممكن يجي خلال الفترة اللي جاية يعمل إضافة في نادي ليفربول؟ احنا كنا بنحاول نتواصل مع العديد من اللاعبين، وطبعا الموضوع صعب كما تعلم ان احنا نتكلم مع يعني نتكلم باكاده عن مين اللي هتكون الاضافات الصحيحه، لكن اللي اقدر اقوله ان ليفربول محتاج هداف، وطبعا الاختيارات المتاحه النهارده ان احنا لازم نلاقي هداف كويس. قليله وغاليه جدا في نفس الوقت. أأكد التكلفة طبعا عالية، لأن احنا اتواصلنا مع كييزا، وطبعا يعني اسمح لي أقول يمكن اليوفي ما يقدرش ان هو يرد علينا أو يسيبه يرحل بالسرعة دي، ولكن لاعب على هذا المستوى طبعا هتكون إضافة قوية للنادي. طيب محمد صلاح والكل ينتظر، كيف ترى استمراره مع ليفربول وتوقعاتك ليه هذا الموسم؟ هل ينافس على لقب الهداف ولا من الصعب ان هو الموسم الثالث على التوالي يقدر ينافس على لقب الهداف؟ انا يعني على اكاد احنا بنحب الاجوان واللي بيعملها محمد لينا سنه بعد سنه بيقدم لنا اجوان هدايا. احنا طبعا عشان هو يقدر يحافظ على هذا المستوى من اللعب ده شيء صعب، ولكن احنا بنتمنى وعارفين انه بيعمل كل يقدر عليه عشان يفضل اللاعب اللي بنحبه واللي عرفناه. محمد صلاح هو النهارده اكبر هداف بالنسبه للنادي، ده شيء معروف للكل. طيب بما انه افضل هداف للنادي، كيف متى تتوقع ان يعلن ليفربول تجديد تعاقد محمد صلاح؟ ده شيء بالنسبة لنا بننتظره، لأن ليفربول عنده يعني مغطي هذا الأمر بسرية بعض الشيء، من الطبيعي أنه يكون عنده سرية عن كيفية إدارة أعماله. إحنا منتظرين أن توصل لنا نتائج، ولكن أنا متأكد أن خلف الستار سواء النادي أو محمد صلاح بينهم النهاردة مفاوضات دايرة، ولكن في الآخر القرار هنعرفه لما يتم إعلانه، وأتمنى ده يكون سريعا لأن هم مش هيسمحوا أن المفاوضات تطول أكتر من كده. طيب هل من المتوقع أن تحدث مفاجأة قبل غلق باب الانتقالات بانتقال محمد صلاح خارج ليفربول ولا لا؟ محمد صلاح مش هيسيب ليفربول على حد اعتقادي، ده شيء لن يحدث، ولكن اللي شايفه ان كل الفانز بتوع النادي احنا نفسنا يعني بنأمل ان هو يكون معانا سيزن او اتنين كمان، وان شاء الله ده هيتأكد عند نهاية الويندو بتاع السيزن. طيب ميسي، هل تتوقع النهاردة كان المؤتمر الصحفي ليه أعظم لاعب كرة قدم في العالم خلال هذه الفترة في الفترة الأخيرة ليونيل ميسي، هل تتوقع انتقال ميسي للبريمير ليج خلال هذا الموسم ولا لا؟ يعني هيفاجئني صراحة، لأن هناك فقط ناديان على مستوى أوروبا كلها اللي تقدر تتحمل الحجم المالي لميسي. تشيلسي ربما يكون أحد هذه النوادي اللي يعني اللي تقدر ان هي تمول مثل هذه الصفقه، ولكن انا بقول ان مانشستر سيتي مش هيكون عندهم ما يكفي لضم ميسي، وبالتالي ما بيتهيأليش. طيب معلش، بما اننا بنتكلم عن النواحي الاقتصاديه، هل من المتوقع ان راتب محمد صلاح قد يكون عائق بالنسبه لليفربول خلال الفتره اللي جايه بالنسبه طبعا للناحيه الاقتصاديه
لانه جائحه كورونا عامله مشكله كبيره في هذا الامر. او من الممكن ان يتخطى سقف الرواتب في ليفربول؟ انا شايف ان صلاح ان النادي عنده امكانيات ماديه كويسه، وان هم يوفروا لصلاح عرض مناسب، ده شيء انا بعتقد انه هيعملوا اللي يقدروا عليه عشان يخلوه سعيد. لان النهارده اللاعبين، انك تجد لاعبين من هذا المستوى، حتى وان كان بعض اللاعبين النهارده بيطلبوا ارقام مجنونه على حد تعبيره، الى ان احنا هنحاول ان يكون الصفقه في صالح صلاح والنادي. ممكن اعرف ده سؤال بقى عايز اساله لحضرتك، ممكن اعرف رايك الشخصي اول ما عرفت ان محمد صلاح قادم لليفربول من 4 سنوات، كان رايك ايه في هذا في هذه الصفقه؟ نعم، احنا شفنا ان هو هيكون اضافه كويسه من اول لحظه. طبعا احنا كنا عارفين كويس عن مهاراته، وانه لما لعب للبازل والايطاليا طبعا مش عايز اقول لك فاجأنا بالمستويات اللي حققها في السيزونز الاولى في السيزونز الاولى. وطبعا لما وصل لهذا الليفل العالي جدا ابتدى الناس يبقى عندهم تطلعات اكتر واكتر فيه. وانا شايف ان النهارده محبين النادي ومحبين الكره على مستوى العالم بيدوروا دايما يتفرجوا على كره صلاح. تمام. اخيرا النادي الاهلي طبعا وهو اعظم نادي في القاره الافريقيه ونادي القرن الافريقي توج باللقب العاشر لدوري ابطال افريقيا، وتاهل ثاني مره لكاس العالم للانديه للمره الثانيه على التوالي. ماذا تقول عن هذا الانجاز؟ طبعا ده شيء ممتاز ان يكون الفريق شامبيون بطل لكل هذه المرات المتتاليه، والحفاظ على هذا اللقب هو ليس بامر سهل، فبالتالي الحصول على هذا اللقب كل هذه السنوات المتتاليه هو شيء النهارده بيجمع اهتمامات الناس، بالذات لان الفريق لعب وتاهل مرتين للورلد كاب، وانا شايف ان قدامه مستقبل كبير. أنا بشكرك شكرا جزيلا أحد ديفيد فيركلوف، واحد من أهم وأكبر أساطير كرة القدم في ليفربول، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية واحد من أهم وأفضل 20 اسم في ليفربول خلال تاريخه بالكامل. أنا بشكره جدا جدا طبعا على كل الكلام اللي قاله على محمد صلاح وطبعا على ميسي. وبالمناسبة النهاردة أنا كنت سعيد جدا 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 وأنا قاعد بتفرج على المؤتمر الصحفي لميسي على شاشة قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة. يمكن إحنا القناة الوحيدة أو يعني هما قناتين، إحنا والقناة اللي كانت ناقلة لهذا الموضوع أو لهذا المؤتمر الصحفي، فكنت سعيد جدا جدا أن ينقل المؤتمر الصحفي لواحد من أعظم أو أعظم لاعب في العالم خلال هذه الفترة على شاشة قناة النادي الأهلي. الحقيقة حاجة كانت جميلة جدا 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 في هذا الأمر. طيب خلينا بقى ننتقل إلى الأخبار اللي عندنا النهاردة فيما يخص النادي الأهلي. حسين الشحات ونجوبوكو لاعب كايزر تشيفز ضمن المرشحين لأفضل جناح بدوري أبطال إفريقيا. دوري أبطال إفريقيا الحقيقة حسين الشحات خلال هذه الفترة، أنا بأحيي حسين الشحات لأنه تغلب على كل الانتقادات اللي كانت متواجدة عليه خلال الفترة السابقة، وواحد هو دلوقتي يعتبر واحد من أفضل اللاعبين، هو دائما بيظل نجم الحقيقة حسين الشحات، ولكن هو دلوقتي واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي. وبالمناسبة ده طبيعي جدا أن أنت تشوف اللاعب النهاردة هنا بعد ما يقعد فترة بسبب كثرة الضغوطات اللي كانت على حسين الشحات في فترة، ولكن حسين الشحات بيثبت من يوم لآخر ومن مباراة لأخرى قد إيه إنه هو عنده كواليتي أو عنده شخصية النادي الأهلي وعنده أداء النادي الأهلي خلال هذه الفترة. لأن دايما بقول لحضراتكم لعيبة الكبار بتبان في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه الضغوطات. حسين نتمنى له إن شاء الله أنه يفوز بأفضل جناح بدوري أبطال إفريقيا. الأهلي أيضا بيبحث تكريم جيانا فاروق في اجتماع الثلاثاء. نادي الأهلي إن شاء الله في اجتماع لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء
بيبحث تكريم جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو. وقال الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي أن مجلس الإدارة لن يبخل على أبناء المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي. وقال أن الكابتن محمود الخطيب يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا، خاصة أن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم. والأهلي يفوض مهند مجدي لحضور مراسم استقبال جيانا فاروق. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب تفويض الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق ابنة الأهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخرا. هذا وسيصل الأبطال للقاهرة في تمام الساعة 11 صباح الثلاثاء من صالة 2، وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية. ألف ألف مبروك الحقيقة لست ميداليات، واحدة ذهب وواحدة فضة وأربعة برونزية. كنا نفسنا في أكتر من كده، أيوه كنا نفسنا في أكتر من كده، ولكن لما سألت الحقيقة المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية قال لي إحنا ما بين 3 و4 هيبقى كويس جدا، لو وصلنا ل5 و6 هيبقى انجاز كبير. ايه اللي بيحصل وليه احنا دايما بنقول هذا الكلام او اللجنه الاولمبيه بتقول هذا الكلام؟ النهارده الحقيقه هيكون معايا المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه في الجزء الثاني من هذه الحلقه الاستاذ ممدوح الششتاوي. استاذ ممدوح الششتاوي هنساله كل هذه الاسئله، لان الحقيقه احنا فرحانين وفي نفس الوقت عايزين نعرف كجمهور طبعا، عايزين نعرف هل 6 ميداليات وكمية المصاريف اللي اتصرفت هل ده طبيعي؟ وهل من الأفضل أو من الممكن أن احنا نشوف بعد 4 سنوات في باريس أن احنا ناخد ميداليات أكتر؟ أسئلة كثيرة جدا جدا هنسألها للمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الأستاذ ممدوح الششتاوي، لأنه محتاجين نعرف، ومحتاجين نعرف برضو الأبطال، محتاجين نعرف ماذا حدث عشان تصل كرة اليد إلى المركز الرابع. احنا كنا زعلانين إن هم وصلوش ما خدوش ميدالية ذهبية، وبالتالي أسئلة كثيرة جدا جدا. الأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية سيجيب عن كل هذه الأسئلة، ولكن خلينا نطلع بعد فاصل، وبعد هذا الفاصل أستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ومن اليابان الى البيت الكبير الاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي طبعا للجنه الاولمبيه. ازيك يا استاذ ممدوح؟ مشرفنا ومنورنا وسعداء بيك جدا. الله يخليك، وانا سعيد جدا انا بقابل حضرتك بقى لي فتره. بقى لنا فتره ما اتقابلناش، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ويعني سعداء جدا بوجودك معانا، ودايما الحقيقه بيشرفنا وجودك معانا. انا سعيد جدا وجودي في البيت الكبير النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، فحاجة اتشرف بيها جدا. ربنا يخليك. الأول الأستاذ ممدوح الششتاوي، طبعا أنا عارف مين هو الأستاذ ممدوح الششتاوي، لكن للجمهور بقى، الأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أنا عارف أنت بقالك بسم الله ما شاء الله فترة طويلة في هذا المكان. 2015 في اللجنة الأولمبية، لكن الباك جراوند بتاعتي كل ال أنا جاي من باك جراوند سياحة وفنادق. أكتر من 25 سنة في إدارة منشآت فندقية، شركات عالمية خارج مصر وداخل مصر. هو إدارة اللجنة الأولمبية كإدارة منشأة، فأنا ما بدخلش في حاجات تكنيكال، حاجات فنية، أنا بدير كمنشأة حاجة رياضية. ممكن يعني إن أنا دراستي أو الإدارة اللي أنا اشتغلت فيها إن أنا ممكن أدير مصنع، أدير شركة، أدير حاجة إدارياً. أيوة. وليس فنياً. وليس فنياً. فده الدور اللي أنا بقوم بيه، فعشان كده الحمد لله في الفترة اللي إحنا اشتغلنا بيها ما جه اللجنة الأولمبية في سنة 2015 اختاروني أن أشتغل، فالحمد لله كان في نجاحات هي نجاحات قايمة بيها اللجنة الأولمبية كلها مع بعضها كمنظومة. نجاحات طبعا. الحمد لله وصلنا بها الارقام زي ما انت شايف دلوقتي، الحمد لله حاجه كويسه قوي. مطبات كتيره خلال 6 سنوات، يعني في طبعا جوه كل نجاح بتلاقي دايما او بتلاقوا كلجنه اولمبيه مطبات كتيره، ولكن الحقيقه خلينا نبدا باللجنه الاولمبيه او بالبعثه الاولمبيه اللي موجوده في اليابان. 6 ميداليات، ميداليه ذهب، ميداليه فضه، 4 ميداليات برونز. هل ده نعتبره ان هو جيد ولا؟ لان انا الحقيقه لما قريت التقرير ما قبل
السفر الى الاولمبياد كان كل الاتجاه ان احنا هناخد اربع ميداليات، او لو خدنا ثلاث او اربع ميداليات هتبقى حاجه جميله جدا وحاجه بالنسبه لنا انجاز كبير. ممكن نشرح للناس ايه الموضوع؟ لان الناس مش عارفه ست ميداليات دي يعني ايه؟ هل نقدر نبارك؟ هل نقول لا احنا عايزين اكتر من كده؟ عايزين طبعا اكتر من كده، ولكن ايه اللي ممكن يحصل؟ وليه ست ميداليات نقدر نقول فيهم مبروك؟ هايل قوي. لازم نتكلم على الرياضة أو البعثة الأولمبية أو اللجنة الأولمبية أو دور اللجنة الأولمبية في وصول الرقم اللي احنا وصلنا له ست ميداليات. الرقم ده اللي هو يعتبر لم يحقق في خلال تاريخ الرياضة المصرية أو اللجنة الأولمبية من تاريخ إنشائها، فده ما نقول ده رقم، فرقم قياسي، رقم عالي جدا. طيب البعثة المصرية كانت قوامها ايه؟ 138 لاعب ولاعبة، فيهم 48 فتاة. نسبة سيدات في تواجد في الرياضة ده بيدي انديكيشن او انطباع كبير جدا لاهتمام الدولة بالرياضة عامة وبرياضة سيدات خاصة، فده حاجة مهمة جدا. وبلس ان هو ما نتكلم على نجاحاتهم هم، بس مش بيشاركهم للمشاركة، لا بيشاركهم وبيحققوا نتائج. لما بنقول 50% من النتائج الميداليات سيدات، فيبقى ده دليل ان هم مش داخلين بس كمالة عدد، لا لديهم دور كبير جدا ودور قوي. من يعني ما تقول النسبة 48 3 منهم سيدات جايبين ميداليات، وبنسبة العدد الفرق الباقي الرجال 3، يبقى دليل ان السيدات اقوى ولهم دور كبير جدا. واهتمام الدولة وسيادة الرئيس اما جه عنا في ريال ده حاجة كانت هايلة جدا، واهتمام الدولة المصرية بالسيدات. طيب الاعداد، نشوف الاعداد للبعثة الاولمبية بقاله فترة قد ايه وشغالين فيه. ابتدى الاعداد لهم من 2017. اعداد اللي بتقوم بيه، الاعداد ده بيطلب الاتحادات المعنيه كلها، بتضع الخطط بعتها للجنه الاولمبيه بتناقشها معاها فنيا. والمره دي كان في ميزه كويسه قوي ان تواجد وزاره الشباب والرياضه برضو في اللجنه الفنيه معانا كويس يعني جدا. يعني كان في اللجنه تواجد بعض اعضاء من وزاره الشباب والرياضه كلجنه فنيه لمناقشه الخطط الخاصه بالاتحادات الرياضيه. أيوة. وافق عليها من اللجنه الاولمبيه وممثلي وزاره الشباب والرياضه في اجتماعات متتاليه لفتره طويله جدا، والدعم المادي بتاعها اكدته الوزاره وبعتته في اوقاتها، وده ما كانش فيه تاخير فيه خالص في حاجه زي كده. معلش ممكن اقطع حضرتك هنا في النقطه دي تحديدا، لانه الاسئله كثيره على الدعم المادي. يعني الناس بتقول، وده على السوشيال ميديا، وانت حضرتك عارف السوشيال ميديا دلوقتي ودورها الكبير في الحياه في مصر. يعني السوشيال ميديا دايما لما بنيجي نتكلم بنلاقي ناس تقول لك يعني اتصرف كتير جدا من وجهه نظرهم، ولكن في الاخر انت خدت ست ميداليات. احنا طبعا كرياضيين عارفين يعني ايه ست ميداليات في اللجنه في البطوله الاولمبيه. هايل، ولكن عايزين نقول للناس ايه؟ ايه المصاريف الكتيره قوي اللي اتصرفت؟ وفي نفس الوقت هل هي مصاريف كتيره ولا ده الطبيعي ولا اقل من الطبيعي ولا ايه؟ طب هايل جدا. هو اما نيجي نتكلم مصاريف كتيره، يعني ايه مصاريف كتيره؟ يعني يعني اعتقد 100 حاجه و30 220 حاجه في خلال الثلاث سنوات اللي فاتت. 220 على 29 اتحاد. 29 اتحاد ما 29 اتحاد اولمبي. ف 229 على 29 فهطلعها احسبها على 36 شهر، تطلع حوالي 6 مليون وشويه. يعني هتوصل، يعني لما تحسب 220 على 3 سنين على 29 اتحاد، هتلاقي كل اتحاد بيصرف رقم مش هتتخيله في الشهر. حاجة بسيطة جدا، حاجة بسيطة. لكن هم اللي عملوا طلبوا الحاجات دي وقاموا بيها. تمام. طب الناس اللي بتقول كتير، الرقم كبير، الرقم الكبير ده، الفلوس اللي اتاخد ده، احنا بنتكلم على 220 مليون في ثلاث سنوات على 29 اتحاد. لو بكالكوليشنز بس انا يعني حاولوا يا جماعه تعملوها لنا، مش هنلحق. رقم يعني قليل، يعني هم اللي طلبوا الناس، وده تمام ما جدا، ما هو مطلوب يعني. عليه ماشي جدا. تمام جدا. طيب الرقم ده كان لايه؟ لمشاركه في بطولات. كان في كام بطوله في الفتره دي الثلاث سنوات؟ بطولات دوليه. كان في دوره العاب افريقيه في المغرب واخدنا فيها ميداليات واحنا الاول فيها. تمام. دوره بحر متوسط حققنا نتائج عاليه جدا جدا فيها.
فيها دورات كانت لتأهل للأولمبياد. يعني الفلوس اللي اتخذت اتدخلت لمشاركات في بطولات وتم فيها تحقيق نتائج. اوكي، فيبقى الارقام واللي اتصرفت في محلها للاتحادات اللي شاركت بيها في بطولاتها للتأهل او للبطولات. كان لازم البطولات دي نشترك فيها؟ طبعا كان لازم نشترك فيها. بطوله العاب الافريقيه ما ينفعش ما نشتركش فيها، بطوله بحر المتوسط ما ينفعش ما نشتركش في بطوله بحر المتوسط، بطولات الاتحادات اللي الدوليه الاتحادات المحليه اللي كانت بتشارك، الاتحادات المصريه اللي كانت بتشارك في بطولات عالميه وكاسات عالم وبطولات عالم، شاركوا محققوا ميداليات وحققوا احلام. يبقى الفلوس اللي صرفت جابت اهدافها ووصلت للتاهل. هم 2.5 مليون لكل اتحاد في السنه، هايل. في الشهر بقى توصل شوفونا في الشهر يا شباب. شوفونا في الشهر توصل قد ايه؟ هتلاقي 52 الف تقريبا او اكتر سنه. طب كل اتحاد فيه مثلا على الاقل يعني مثلا اتحاد السلاح عنده في مقاومته مثلا 25 لاعب في مينيمم 25 لاعب، عنده العاب مختلفه وفرق وفردي والكلام ده، فهتلاقي الواحد 200 جنيه في 215 الف في الشهر لكل لاعب لو اتصرف عليه. طبعا ده حاجه رفلي يعني، لكن في ال 220 دول اتصرف مثلا يعني جزء كبير منهم على فريق كره القدم. لا جزء لا لا لا, لا القدم لا ما شيله، مش بتكلم على القدم يعني، انا بتكلم ان ممكن اتحاد يكون بيصرف اكتر من اتحاد تاني. ده قصدي يعني. صح فعلا فعلا، مش لازم الكوره يعني. لا لا، حتى الكوره كمان لوحدها خالص خارج المنظومه، خارج ال 220 طبعا طبعا. أوكي. مفيش ملهاش علاقه، الكوره بتصرف لوحدها. فحضرتك شايف ان المبالغ دي مبالغ طبيعيه؟ طبيعيه جدا، وحققت المرجو منها. ايوه هي دي النقطه بقى، حققت واكتر كمان عشان ابقى منصف. طبعا طبعا طبعا. يعني اما نتكلم بقى على البعثه الاولمبيه، ايوه، واللي حصل فيها. اول حاجه دي بطوله او استثنائيه في وقت غريب جدا. يعني ما نتكلم على اللي هو الكوفيد 19 اللي هو اللي احنا فيه ده، بقى لنا سنتين وكل شويه الموجه الرابعه الموجه الخامسه، مش عارفين هو كام موجه. يعني لو قالوا لنا يعني نهايتها ايه كنا نبقى نتصرف، لكن احنا مش عارفين، فدي المشكله. طب في بطولات اتلغت، في بطولات في اوقات في تنافسات، معسكرات ما كناش فيه، اوقات ما كناش عارفين نسافر، او حاجات كتير جدا. فالاعداد بتاع الناس كان صعب جدا، فترات كانت صعبه. طب في حاجات مهمه، فتاخر دوره الالعاب فادت ولا ما كانتش لها فايده؟ بعض الناس فادتهم. ايوه يعني جندي، احمد الجندي في الخماسي استفاد من السنه دي. ايه هو شاب صغير عنده 21 سنه، كان بيتاهل، كان بيعمل نتائج، كان في الفتره دي بيتمرن، فده من الناس اللي استفادت. في ناس ثانيه كان في صعوبه على بعض الناس. يعني هدايا ملاك في الفتره دي في صعوبه، ناس بعض الالعاب الثانيه اختلفت في اوزانهم في حاجات كتير، فده كان في صعوبه. فليه بقى؟ لكن احنا لازم نشيد بدور الدوله المصريه. أيوه. في اعداد للبطوله وتجهيز للاولمبياد. يعني مبدئيا اجراءات احترازيه اتخذت من الدوله المصريه بمشاركه اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الصحه المصريه ووزاره الشباب والرياضه، ان كل الناس قبل ما تسافر كشف كامل على الناس كلها، تحاليل كامله عليهم كلهم، عمل تطعيم للناس كلها، بالرغم من ان طوكيو بتقول ان انت مش لازم تطعم الناس، مش لازم تطعم، يعني ممكن تيجي مع خلي بالك. برضو من ضمن الامور ان لغايه قبل البطوله بشهرين او ثلاثه تقريبا، يعني احنا مش عارفين البطوله هتقام ولا لا. بالظبط كده، بالظبط ده يعني الكلام. انت مش عارف تكمل تدفع تكمل الاعداد ولا لا، بالظبط لغايه 3 شهور تقريبا. مظبوط. لا والله لحد اسبوع كانوا بيتكلموا قبلها باسبوع. فده اجراءات احترازيه اخذتها الدوله، ان وصلتنا ان احنا هناك من البعثات القليله اللي ما حصلش فيها اي اصابات من اي رياضيين. التزام الناس، اللجنه البعثه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب الرئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس البعثه، والناس كلها اللي موجوده هناك، المهندس ياسر ادريس، المهندس الباسل، المهندس شريف العريان، كل المجموعه اللي موجوده هناك، عبد المنعم بن حسين رئيس اتحاد السلاح اللي عضو لجنه اولمبيه، كل الناس باهتمام، بعثه على مستوى عالي جدا قامت بدورها. طيب الناس بتقول دي اكبر بعثه واكبر نتائج والمفروض يبقى نتائج. بالظبط. تمام، احنا حققنا على نتائج. طب ده في ارقام لازم نقول نسبه مشاركه الناس لاعداد بعد كده، ودي الخطط اللي بتمشي ماشيه بيها اللجنه الاولمبيه المصريه مع وزاره الشباب والرياضه. 18% تحت 20 سنه من الناس اللي خدت من البعثه، من البعثه. فده رقم كبير جدا يعني، وهايل جدا لاعداد مستقبلي. ان انت بتتكلم الاربع سنين ده، انت بتتكلم
في لونج تيرم بلان، الخطه طويله المدى، وعندك بتتكلم على شورت تيرم بلان، الخطه قصيره المدى اللي هي في ناس فيها تبطل او بتشارك في البطوله زي رمضان درويش في الجودو، زي الناس اكبر سنا او موجودين. فلكن في شباب زي احمد الجندي من الناس 21 سنه اللي خد ميداليا. احمد الجندي ده عظيم طبعا، اللي اتعمل اللي عمله احمد الجندي الحقيقه ده عظمه، لانه طبعا اللي ما يعرفش الخماسي الحديث ده حاجه صعبه جدا، من اصعب اللعبات. ايوه، في كل الدول اللي فيها كلهم عسكريين، ويعني يعني بيبقى لازم بيبقى لهم حاجه خاصه كده. وهو احمد صغير طبعاً، وكان فارق 50 ثانيه في البدايه. لا لا لا، حاجه يعني الاول طالع عنه بدا قبله ب 50 ثانيه، وثقه في النفس عاليه جدا. تاني بقى اللي احنا نتكلم فيه، احنا اللي وصلنا فيه من 134 واحد. أيوة. الموضوع كله لازم يبقى ارقام، ويبقى افضل لما تيجي تتكلم في ارقام. نعم. من ال 100 العدد البعثه المصريه، كم واحد اتاهل للنهائيات في العاب عمرك ما كنت تتخيل فيها تاهل للنهائيات، ولم يحدث ان انت اتاهلت للنهائيات؟ الغطس مهاب، ان هو يتاهل مهاب ان هو يتاهل للغطس ده للنهائيات، ده انجاز تاريخي ما يعني بجد. 3 متر الغطس، 3 متر حتى لو غطس 10 ربع متر يعني ده كفايه، ما ينفعش يعني، ما كانش المفروض. فده دليل، ده اعداد هايل جدا من اتحاد السباحه ومهاب بنفسه، وتدريب عالي جدا ان هو يوصل لحاجه زي كده. في الفروسيه نائل نصار نائل وصل للنهائي، ومحمد زياده، محمد زياده ان هم يوصلوا نهائيات، ده برضو ما كانتش موجوده، لم يحدث ان هم وصلوا النهائي. طب نتكلم بقى من الرابع للثامن، من الرابع للثامن ده اكثر من 45 واحد، بسم الله ما شاء الله، من 45 فرد من المشاركين 35 يخدم من الرابع للثامن، زائد ان انت عندك 6 يبقى عندك 51، انت نسبه عاليه جدا. انت الناس بيقولوا المفروض اللي يروح يقدم، فنسبه عاليه جدا 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 المشاركه. أيوة. ليه؟ فريق السلاح بالكامل، كل منظومه السلاح كلها من الرابع للثامن. فده انجاز تاريخي، انت بتتكلم في دوله بتنافس فرنسا، بتنافس 206 دوله. حظنا كمان يا استاذ ممدوح، وده اللي انا شفته دايما، لان كنا كل مصر كلها كانت بتتابع يعني، ولكن اللي الواحد شافه ان انت كل ما تيجي تطلع تتاهل بتلعب يا اول العالم يا تاني العالم، ده يعني سبحان الله يعني. بجد يعني لو يعني، وزائد ما انت ما بتيجي تتكلم في حاجه مهمه، حضرتك وضحت حاجه، انت في كره القدم اللي خسرت منه هو اللي خد البطوله، في كره اليد كره اليد خسرت منه فرنسا. فيعني فليه يعني احنا ليه عايزين نقول نقلل من انجاز كره القدم لوصولهم للي هم وصلوا فيه؟ وكره اليد، كره اليد عملوا انجاز. أيوة. وصلوا للرابع العالم، بس الناس مبسوطه بكره اليد وكره القدم، ان هو لعبهم هو بختهم اللي لعبوا البرازيل اللي خدت ممدوح بيتخيل حضرتك ان في كره اليد انت كنت يعني ايه، تخيل ان انت كنت بتدور ان انت تكسب عشان تاخد الذهبيه، ما هو الناس زعلانه كانت على كده. حلو، لكن الرابع ده بالنسبه ما هو ده اللي احنا وصلنا له، ان احنا الطموح عندنا. أيوة. احنا بنتكلم ان احنا عايزين مركز اول. أيوة. ودي حاجه كويسه ان احنا نوصل لحاجه زي كده في الكوره، ان انت الطموح بتاعك ان انت عايز تكسب، زعلان ان انت خسرت من البرازيل. مظبوط، يعني فدي حاجه البرازيل اللي هي خدت الذهب، خدت يعني انت ما بتتكلمش بتلعب نيكاراجوا ولا بتلعب يعني، لا انت بتلعب مع البرازيل وزعلان ان انت خسرت منهم، ودول اللي خرجوك، اللي خرجوك دول خدوا كاس العالم، خدوا الميداليه الذهب. فده انجاز، فالكره عملت اللي عليها وادت اللي عليها في منافسات يعني. هي بص، عشان الكره دي فيها نواحي فنيه كتيره نقدر نتكلم فيها وبتاع، لكن اول ان اول بشكل عام، ان حضرتك شايف ان البعثه المصريه نجحت نجاح جيد جدا فيما وصلنا ليه 6 ميداليات من 134 ومن الرابع للثامن، والارقام اللي بتقول كده يعني نجاح منقطع النظير. حضراتكم ما كنتوش منتظرين كده؟ ليه مش منتظرين؟ ما هو ده اللي قالوا، واللي قالوا يعني الناس طلعت. هو انا بس عايز اقول حاجه بقى برضه مهمه، على في فتره في الاولين ناس انتقدت وكانت بتتكلم وهاجمهم، انا بعتبرهم انتقاد، بينتقدوا النتائج الاوليه، الناس بتحب، وده طبعا ناس بتحب البلد وناس تهمها يعني ما بينتقدوش. انا لما كنت باجي اقرا كل يوم كنا بنقول طبعا كذا كذا، فكنت تلاقي ايه مثلا يعني في التجديف، ان انت 18 لعيب انت في المركز ال 18 في اي لعبه، بلاش اسم يعني لعبه معينه، لكن في السباحه مثلا كنت تلاقي فريده عثمان مثلا احنا كلنا كنا حاطين عليها امل لانها لم تكن جيده، او ايه اللي حصل هتكلم معاك في هذا الامر. ولكن لما تيجي تبص برضو لبعض نتائج الاتحادات معينه، تلاقي ان انت دايما الاخير، قبل الاخير، الاخير. احنا مش متعودين كمصريين على كده، خلي بال حضرتك برضو، ولكن قد يكون ده بالنسبه للجنه الاولمبيه في تفكيرهم.
يعني في البليل المائي بنطلع قبل الاخير. هو انت بتطلع الاخير من 8 طلعت السابع او من 10 طلعت التاسع من 209 دوله. انت وجودك في وسط دول ده نجاح. هو ده اللي عايزين نقوله بقى. هو بقى الفكره احنا عارفين من داي 1 من اول يوم ان انا مش هاخد ميداليه في البليل المائي، مش هاخد ميداليه في الجمباز، مش هاخد ميداليه في ده. طيب السؤال بقى اصفرهم ولا ما اصفرهمش؟ اوديهم ولا ما اوديهمش؟ هو الهدف من مشاركه من دوره الالعاب الاولمبيه ان كل اللي يروح يجيب ميداليات، ما 11000 واحد. لا طبعا كله لو راح يجيب ميداليات يبقى كل عايزين 11000 ميداليه. بالظبط يعني. فهي كل الموضوع كله بيتنافسهم على 1000 ميداليه، 10% منهم. ف ازاي يعني طيب يعني حضراتكم يعني في العاب ايه؟ يعني انت اساسا ما انا بقول لحضرتك ايه؟ في ريشه الطايره ما كنتش هتجيب ميداليه. 100% نوديهم ولا السؤال بقى نوديهم ولا ما نوديهمش؟ الجمباز مش هجيب ميداليه. مين يا فندم اللي بياخد القرار انت توديهم او ما نوديهمش؟ احنا القرار الوزاري احنا بنبعت للناس دول الالعاب دي، ومعروف من الاول ان احنا الناس دي مش هتجيب ميداليات. مفيش حد قال ان الجمباز هيجيب ميداليه، ما حدش قال ان الريشه الطايره هتجيب ميداليه. لكن لا انا بتكلم فنيا، مين اللي بياخد القرار؟ لا ما هو القرار ايه؟ ما هو القرار ده الناس دي اتاهلت. اساسا لو ما سافروش، لو انت قلت ما يسافروش، الناس دي ممكن تشتكي للجان الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللاعبين نفسهم، اللاعبين طبعا، اصل من حقه ان هو تاهل، فمن حقه يسافر. فبدا تخيل بقى واحد يطلع يلعب بعالم اللجنه الاولمبيه الدوليه واحد مصري، ما ينفعش. الا زي ما اذا ده اتجاه، ده اتجاه ان احنا نقول احنا هدفنا احنا هناخد في بعض الدول، وهم بيقتنعوا بالكلام من ده. هنسفر اللي هو التارجت بتاعه من 1 لـ 8. اوكي ماشي، نقول يبقى في يعني في الفتره اللي جايه ممكن نتكلم في حاجه زي ده. بيبقى من البدايه يا فندم اعتقد، يعني من البدايه، يعني من دلوقتي، من بالظبط يا فندم. احنا خلال الاربع سنوات القادمه يا جماعه احنا هنختار الناس او هناخد الناس اللي من 1 لـ 8، من 1 لـ 8 بس، اللي هو المراكز اللي بعد كده مش هناخدها. فده لكن انت هو انت عندك على الاقل، هو بقول لك 45 واحد من 1 لـ 8. اوكي، فده نسبه كويسه جدا جدا جدا. لكن ان انت تقول مش واحد اتاهل برانكينج عالمي ده او رانكي او 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 كسب بطوله افريقيه قاريه واقول له مش هتسافر عشان انا شايفك، ما انا امال المجهود اللي انا عملته ده ايه؟ فاقول لك انا مش هشترك اساسا بقى في اعداد او في بطولات دوليه. واذا كنت ده الهدف، ده حلم الناس كلها في العالم كله، ان هو يشارك في دوره الالعاب الاولمبيه. مزبوط. اللي هي بتقام كل اربع سنوات، اللي هي العرس الرياضي العالمي اللي هو الناس كلها بتنتظره. اللي هو كل هدفه، اللي هو حتى ما تيجي تشوف الرينجز بتاعت العلامه بتاعت اللجنه الاولمبيه الدوليه، الخمس دوائر اللي بتمثل القارات العالم كلهم، مشاركه كلهم وهدف. كل لو لاحظت كمان حاجه، دي الرياضه سمو الرياضه فيها، يعني مفيش اعلانات، مفيش اي حاجه، الناس كلها بصراحه حاجه عظيمه. وانت قاعد بتتفرج طبعاً، يعني طبعاً انا بتفرج على كل، يعني اي حاجه بتيجي قدامي وانا فاضي بقعد اتفرج على عليها. بالظبط. تنس طاوله، هاندبول، كوره، جمباز، اي حاجه. وبتلاقي فيها بقى الرقي والسمو في الرياضه الحقيقيه. يعني شفت بتاع قطر، اللاعب القطري مع اللاعب الهولندي، الهولندي او الطلياني، ان هم تقسموا الميداليه. فدي من اكتر حاجات اتشافت واتاكدت عليها. ففي حاجات مهمه جدا 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 للسمو فيها، الاخلاقي والرياضه بمعنى الكلمه فيها. فدي حاجه هايله جدا. نجاحات، عايز اكد كمان على في اللعب، يعني الدول العربيه مع بعض كان في تشجيع قوي جدا، يعني في بطولات في التايكوندو شفنا في الاردن، الاردنيين بيشجعوا هدايه وسيف، البنت الجزائريه فرحانه لما المصريه كسبتها، في حب. فدي حاجه بتقوي العلاقات بين الدول، حاجه جميله وشكل كويس قوي، وتحضر من اللاعبين. ما شفناش حاجه خروج على النص من البعثه المصريه في اي حاجه، او من تعاون الناس كلها. فكانت دي حاجه هايله بصراحه، ونتيجه هايله. معلش، لكن في النهايه هاخد برضو حضرتك في النقطه دي. اذا اللجنه الاولمبيه ترى ان ما تم الاتفاق عليه او ما تم اعداد ليه نجحتوا فيه بنسبه 100%، بما اننا عدينا الاربع ميداليات. ده نجحنا فيه 100% فعلا، 100%. وزي يعني مهندس حطب قال لناس ايه في ده، ما كانت ابتدت تهاجم شويه، قال لهم احنا من بعد 30 هنبتدي. ايوه، ودي حقيقه. من بعد 30 النتائج ثلاث ميداليات. والنتائج دي على فكره مش يعني مش جايه بالصدفه، يعني احمد الجندي عارفينه هينافس. هم كانوا في اربعه معروف ان هم هينافسوا، الباقي يعني فريال وحد كمان وصاوي
صاوي المفروض كان يعني في حد كان صاوي صح؟ صاوي طبعا. وكان المفروض الهاندبول كنا خلاص ناخد ميداليه، كان المفروض في الرمايه ناخد ميداليه، عزم محلبه كان عزم المفروض. محلبه كان من اسوأ ايامه. فدي حاجات حصل مع نفس اللي حصل ده في ريو دي جانيرو. ف يعني هقول ان انت خسرت ميداليات كنت ممكن تحقق اكتر من كده. طبعا يعني لو الكوره جابت ميداليه والهاندبول جاب ميداليه انت دخلت في 8. لو كيشو خد ذهب او كانت الظروف يعني. لكن انت برضه لما بقول ايه من 205 دوله انت ال 54 ده نسبه وده حاجه كويسه قوي. ايوه بس مش حاجه كويسه هنقول ده تمام واحنا بنقول كده. أيوة. هنقف على كده؟ لا، احنا بنعد ان احنا بنفكر نبقى اعلى من كده. ما تبقى الثاني عربيا عشان قطر خدت ميداليتين ذهب، فانت الثاني عربيا هايل جدا. لما تبقى رابع افريقيا برضو كويسه، ليه؟ ان وجود يعني انت فارق بينك وبين جنوب افريقيا يعني حاجه بسيطه، مركز واحد. جنوب افريقيا المفروض في السباحه تقدم غير طبيعي جدا جدا، عالمي مش افريقي بس. فده لكن هنا بقى ما نيجي نتكلم ايه السباحه بقى ما جابتش ميداليات. السباحه تواجدها بقول لك واحد بيمثلها في الغطس في النهايه ده نجاح، مجرد انه التواجد ده تواجد. لكن ما طلبناش لم يطلب من اتحاد السباحه ان هو يجيب ميداليه. اوكي. يعني واكتر تقريبا الاتحاد اتهاجم الفتره اللي فاتت. اعتقد الاتحادات اللي اتهاجمت ده، لكن انا شايف ما يعني بطولات عالم بيدخل فيها في حاجات بيكسبوا وبياخدوا ميداليات وبياخدوا ترتيب، لكن عالميا الموضوع مختلف تماما. ومش اعداد سنه او اتنين، ده طبيعه يعني حاجات لها خاصة بالبيئة وخاصة جينات الناس والكلام ده كله. يعني يوسف رمضان مثلا من الناس اللي لو كان حقق رقمه بس كان في الدور قبل النهائي، لو كان حقق رقمه بس كان كسب ووصل النهائي. صحيح كمان يعني. لكن حتى اعتقد الكلام بقى اللي حضرتك بتقوله ده ان في ظروف معينة هناك للبلد طبعا، أو للجو طبعا، اختلاف الثقافات مش عارف يعني. لا يعني ده انجاز كويس. الجمباز برضه هيجيب ميداليه مع مين؟ من امتى كنا بنجيب ميداليات في الجمباز؟ لا ما هو خلينا نقول الطايره ازاي ده الثلاثي هيجيب ميداليه ازاي؟ الدراجات ما هي الناس تقول لك ايه بقى لو فكرنا بهذا الشكل او بهذا الكلام فيبقى معنى كده ان احنا مش هناخد حتى الفتره اللي جايه. لا ما هو احنا في اللي احنا فيه بقى السلاح، نشوف السلاح ده السؤال الازلي يعني. هايل بقى لما نيجي نتكلم بقى نشوف السلاح. بعث السلاح في الكامل من الثمانيه الاوائل. اوكي سنهم ايه؟ بتتكلم من 18 ل 22. مفيش اللي عليها بس السنه اللي جايه او في باريس الموضوع هيختلف 100% في ميداليات هيعلوا ميداليات يعني مفيش خلاف. ليه؟ اتحاد سلاح من يعني من الاتحادات اللي بتدار بفكر عالي جدا. يعني عبد المنعم بير حسين رئيس الاتحاد ناس رقي وفهم وقدوه وحاجه جميله بكل منظومه اتحاد السلاح. فاتحاد السلاح بالارقام اللي حققها في دورة الألعاب الأولمبية السنة دي والدورة الجاية أكيد هيعمل حاجة لو مشي بنفس المنهج اللي هو ماشي عليه. فده حاجة لا خلاف عليها. بنتكلم في الفروسية، لا ماشيين كويس، وده الأرقام اللي هما بيقولوا طبعا. يعني وأخدوا بطولة عالم قبل كده، أخدوا بطولة عالم وكأس عالم أخدهم، فده تمام. بنتكلم في المصارعة واعدين جدا. ليه؟ كيشو والناس اللي معاه صغيرين، لسه صغيرين طبعا. جندي احمد الجندي في الخماسي ده لسه وعد. انا باكد لك ان جندي على الاقل دورتين جايين العالم كله بيتكلم على اللي عمله الجندي الحقيقه. والاداء الرائع الحقيقه. بس للحقيقه يعني مهندس شريف العريان رئيس الاتحاد كنت بتكلم معاه في التليفون قبلها، قال لي بص يوصل بس هو من ال 15 الاوائل يدخل رقم لحد ال 15 هيعلق. قال لي لو طلع كتير من الفروسيه 100% علم، مع انه ما طلعش كتير من وبرضه علم. ليه؟ احمد جندي شخصيه ويعني رائع بصراحه، رائع رائع رائع. فانا باكد لك يعني ان شاء الله لدورتين كمان احمد الجندي معلق ويوصل لذهب مرتاح مرتاح مرتاح. طيب ده لما هو قادم، ولكن برضو اولا البعثه كلها جايه على مرحله واحده ولا على مرحلتين؟ لا على مراحل، كل شويه حد بيجي في وقت مختلف. لأن بيخلص منافساته بيمشي بعدها بيوم او اتنين على طول عشان يسيب مكان في القريه، او خلاص مش لازم يقعد يعني. أيوة. لكن في خلاص الفتره اللي جايه بكره معظم البعثه ماشي بقى الساعه 9 بالليل، يوصلوا تاني بعدها بيوم 12 الظهر او الساعه 1 الظهر. اخر حاجه الفوج الاداري كله اللي بيسلم يوم 11 بيمشي يجي يوصل هنا 12.
بعد كده بيوصل، بعد ما بيوصلوا ايه اللي بيحصل بقى؟ اجازه وكده. انا عايز اتكلم في المستقبل برضو شويه، اجازه وكده ولا ان شاء الله هيبقى في مؤتمر صحفي او في اجتماع مع اللجنه الاولمبيه بتناقش كل الـ 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 الحاجات اللي حصلت الفنيه اللي حصلت البطوله والنتائج وايه اللي حصل كله، ويبقى في اجتماع مع معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي لوضع خطه للفتره اللي جايه. تحبوا ايه؟ اللي اتكلمنا فيه بقى اللي هو من 1 ل 8 ولا ولا كله ده؟ ما نوديش الفروسيه، بلاش نودي، ما جابوش ما نوديهمش، بلاش نوديهم. الجمباز ما ينفعش، بلاش يروح. ده بيبقى بقى في الاجتماعات المغلقه وبعدين يطلع يتقال. ليش الطايره ما جابوش ميداليات؟ ما فيش، عايزين نطلع رحله ب 15 واحد هم دول هينافسوا ويجي منهم 8، هايل جدا. نشوف بقى عايزين تحبوا تعملوها ايه الفتره القادمه، كيف ستكون او كيفيه قبل ما نبتدي الاعداد بالظبط، لان انت لازم بتعد وانت عارف ماشي على بلان مظبوطه. والرقم اللي بيتحط لل 100 اتحط ل 10، ليه لا؟ عشان تصرف اكتر، عشان تعد اكتر مثلا. ده لو الدوله عايزين، ده وجهات نظر، عايزين نشوف الفكر ايه والهدف ايه واللي يتوافق عليه ايه، هنمشي عليه يعني، مفيش اي مشكله. طيب هنكمل كلامنا مع الاستاذ ممدوح الششتاوي. الحقيقه كلام مقنع جدا، وكلام زي ما حضراتكم شايفين بنتكلم لانه ناس كتيره جدا اتكلمت في هذا الامر، والبعثه الاولمبيه المصريه كانت مثار كلام كتير جدا من منذ ان وطأت قدمنا الى اليابان وحتى بكره او بعده كمان. بس انا هاكد في دي حاجه مهمه قوي، اما سياده الرئيس في 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 التويته اللي كتبها بعد مباراه كره اليد الهاندبول وخسرهم، وبعت لهم قال لهم يعني بشكركم وده، فكان ده دليل ان الموضوع مش مكسب، انت ادي اللي عليك، اعمل الواجب اللي بالزبط. عليك لا تتخاذل، مفيش تهاون، في مجهود بيتبذل، في حاجه بتتعمل، انت جدي جدا بتحاول عشان توصل للنتيجه، والنتيجه دي بتاعت ربنا، فوانس ان انت اديت دورك فمفيش مشكله. ابتدت من بعدها اما بعد ما سياده الرئيس كتب كده، اعتقد الناس كلها ابتدت تتجه تقرا تشوف ايه، ففعلا اللي كان بس ده خسر وده كان في الفتره الاولانيه ممكن صعبه، كان في موضوع صعب جدا على الولاد ان كان الهجوم لدرجه ان يعني اما بنتكلم على في التنس الطاوله دينا مشرف وهي بتلعب كسبانه 3-0 وغلبت 4-3 وتخسر 4-3، كانت دي برضو حاجه غريبه من يعني ناس قالوا ان من كم خوفها من الهجوم، خوفها من الفتره اللي قبلها اللي كانوا كان فيه هجوم كسبانه 3 يعني غير طبيعي غير طبيعي. لكن من بعد ما سياده الرئيس كتب التويته ده دي وقال بيهني اتحاد اليد او بيشكره على المجهود، دي كانت نقطه فاصله في البعثه المصريه، شالت الضغط من شالت على البعثه المصريه على البعثه المصريه، لان ان ابتدينا هناك يتشال منهم الموبايلات عشان بيشوفوا من البيانات وبيشوفوا الحاجات اللي نازله على السوشيال ميديا كانت حاجات قويه، فمن بعدها ابتدت والحمد لله الدنيا مشيت كويس. طيب قبل ما نطلع فاصل خلينا بقى نروح لابو البطله كابتن اشرف عبد العزيز، طبعا والد فريال اشرف، طبعا الحاصله على الميداليه الذهبيه في الكاراتيه. كابتن اشرف ازي حضرتك يا فندم، والف الف الف مبروك. الو الو كابتن اشرف، الو الو. طيب ممكن حضرتك تيجي يمين او شمال شويه عشان نسمع بعض بس، لان التليفون بيقطع، او نجيبه مره ثانيه. طيب نجيبه مرة تانية. طبعا فريال الحقيقة برضو ما كانش من المتوقع ان هي تجيب، يعني كانت من المرشحين. هو الكاراتيه كله كان مرشح، يعني الكاراتيه كله كنا بنقول هيحقق نتائج وهيدخل في المنافسات، ويعني احنا كنا على فكرة ما كناش بنقول بس ان حد هيجيب فيهم ميدالية، ليه؟ انت مش عايز تحط عبء عليهم. طيب في الولاد اتفضل. معلش ممكن ناخد كابتن اشرف مرة اخرى. كابتن اشرف الف مبروك طبعا، يعني الحقيقه مصر كلها فرحت، واعتقد ان انتوا فرحتكم بتبقوا دايما بتبقى دايما مختلفه. الله يخليك يا اسلام، ربنا يخليك. وتحيات طبعا الكابتن ممدوح الششتاوي طبعا المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه. اهلا بيه اهلا بيه اهلا بيه. الف مبروك لينا والف مبروك لمصر. الف مبروك عليك والف مبروك، الحقيقه حاجه جميله جدا 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 اللي بيحصل ده، وخصوصا والاهل بيبقى ليهم دور كبير جدا في اللي بيصل اليه البطل الاولمبي الحقيقه يا كابتن اشرف.
طبعا يعني انت عارف يعني تشجيع المصابره معاه في الشده قبل ما يكون المكسب والانتصار دي حاجه كبيره يعني. طيب هل كنت حضرتك تتوقع وانت قاعد بتتفرج على فريال ان هي ممكن تجيب الذهب ولا طبعا كلنا كنا نتمنى ولكن كنت متوقع ان هي تجيب ذهب؟ الاداء بتاع فريال من بدايه التصفيه ودخولها للدوري المجموعات يعني ان هي تخرج ان شاء الله ده يعني حسسنا ان هي يعني ان شاء الله ليه لا يعني بعد ما كانت حلمنا ان احنا ما كده كان في حذر بشويه او في خوف. ايوه الحمد لله الحمد لله. كابتن اشرف فتره طويله من الاعداد علشان تقدر تجيب الميداليه الذهبيه لمصر، خلال هذه الفتره دور حضرتك ودور الاهل في هذا الموضوع لازم الناس تعرفه. انا حضرتك مش سامع. بقول لحضرتك خلال فتره طويله من الاعداد، ثلاث سنوات او اربع سنوات من الاعداد، دور الاهل ودور حضراتكم لازم كل الناس تعرفه. يعني الدكتور كان معاه كان متواجد معاه على طول في التمارين وكده، انا كنت يا دوب ان انا كنت اوصل واودي واجيب بحكم الشغل يعني، لكن الحافز الاكثر ان هي كانت هي مامتها معاها في كل حاجه في التمرين يعني. ما هي الوالده هي الاساس في كل شيء، احنا بناخد كده وخلاص. احنا كابهات يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يعني دي يعني لما تكون الانسان ذات ماشي في كلمة يعني متربية طالعة في بيت كله أهلاوي فده قريب عليها يعني. يعني في ريال أهلاوية كمان؟ لا أكبر عن جد يعني. أكبر عن جد كمان؟ بتتفرجوا على الماتشات بقى كلها وكل حاجة؟ نعم. بتتفرجوا على الماتشات كلها بقى مع بعض وكده ولا إيه؟ طبعًا. الأهلاوية دايمًا واخدين على الذهب خلي بالك. على طول إحنا المركز الثاني ما نعرفوش. يعني أنا بشكر حضرتك جدا يا كابتن حبيب. أشرف ويعني حبيب. ألف ألف مبروك بصراحة حبيب. فخورين جدا بفريال واللي عملته ألف ألف مبروك يا فندم. ألف ألف مبروك طبعا حاجة فخر يعني الحقيقة لينا هو كلها. فعلا حاجة فخر ولازم أنا عايز بقى أتكلم في حاجة مهمة جدا إن واحدة زي فريال وأحمد الجندي وللولاد اللي كسبوا دول وكيشو وهدايا وسيف وكلهم لازم نتكلم عليهم دول مثال بقى للشباب المصري بالظبط نقول هم إيه دورهم إيه بيعملوا إيه مش كل واحد انا بابا بيوصله للتمرين ومامته تجيب له مش عارف ايه لا دول بيروحوا يصحوا الصبح يتروحوا تمريناتهم بعدين يرجعوا يروحوا الجامعه وبعدين يرجعوا تمرينات وبعدين يناموا ولا بقى في رايحين الساحل ولا رايحين لا خلي بالك ممكن يروحوا الساحل برضو بس يرجعوا لا هم ما عندهمش وقت ما عندهمش وقت ليه بقى ان هم ناجحين دراسيا اوكي في ريال دكتوره اللي انا عارفه دكتوره صيدليه يعني تفوق علي قد هدايه وفي ريال وهدايا وكلهم صح تفوق علمي عالي جدا جدا وتفوق رياضي الحياه عندهم رياضه ومذاكره واهلهم فده حاجه لازم دول يبقوا مثال للشباب بيعملوا الكلام ده مش بقول لحضرتك مش عايشين الرفاهيه بتاعت شباب ولادنا فدول لازم نقول لاولادنا شوفوا دول هم دول المثال اللي الناس كلها عايز تنجح في الرياضه عايز تنجح في حياتك برافو مش في الرياضه بس عايز تنجح تبقى انسان ناجح خد ده مثال مش انا عايز كذا انا عايز كذا دول ما بيقولوش لاهلهم احنا عايزين كذا دول بيجيبوا لاهلهم النتيجه اما في ريال وهي بتخلص الماتشات دول أمي يعني دي حاجه ما هو كابتن اشرف بيقول لك ايه هي معاها في كل حته بالظبط طب يعني هي والدها بيقول ان مامتها معاها في كل حته فده الاسره المصريه الحقيقيه ده النجاح الحقيقي للعيله المصريه فده اللي لازم يبقى مثال للشباب المصري ودول يبقوا قدوه ودول اللي يحتذى بيهم ولازم ننقل القصص بتاعتهم نجاحهم علميا ودراسيا وكل حاجه ودراسيا ورياضيا لكل اولادنا عشان كلهم يبقى زيهم ما يبقوش احنا وحضرتك كان شايف كل اولادنا او معظم الولاد عايشين في حياه ثانيه خالص يعني. طيب هنكمل كلامنا عن الدوره الاولمبيه الحقيقه ونجاحات كبيره جدا في الدوره الاولمبيه طبعا كل شويه هنتكلم في ان ست ميداليات بالنسبه لمصر وبالنسبه ل الاتحادات وبالنسبة لكل الأمور خلال الفترة السابقة هو نجاح كبير للجنة الأولمبية خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين أستاذ ممدوح برضو خلينا ناخد حضرتك لقضية تانية وقضية التجنيس
قضية التجنيس هي قضية مهمة جدا وناس كتيرة جدا كانت بتتكلم في هذا الأمر. بعض الرباعين مش عارف ليه دايما بتبقى مرتبطة بكمال الأجسام. لا هو في كل الألعاب في تجنيس. بتكلم عن مصر. ما هو شايف عندك أحسن حاجة إيه اللي بيحصل عندك الرباعين فبيجي من عندك بيتاخد من عندك هم صغيرين أو هم كبار أو بيشرفوا. في دول تانية بيتاخد من عندهم ناس بتوع سلاح. في دول تانية بتاخد من عندهم لعيبة كرة. ما هو لعيبة الكرة في العالم كله اللي في كل الأندية معظمهم مجنسين وفي جنسيات تانية. فده شايفين الأمر طبيعي؟ أنا شايف إنه أمر طبيعي. يعني مش إذا أنت تقدر تجبر حد إن هو حد سافر ومش هيرجع خلاص يعني الموضوع. بس مش عايزين ندخلها في نختصرها في إمكانيات وفلوس أو هي كده فعلا. ما هو ده جزء منها. ده جزء من المنظومة. والدول دي ما هي الدول الصغيرة يعني كل دول العالم فيها تجنيس. والتجنيس بيحصل من دول صغيرة لدول كبيرة. ده طبيعي. بس فاهم عدم الاهتمام. الاهتمام بمعنى ما هو اللي اتقال مثلا في موضوع حسونه ان هو لم يكن هناك اهتمام باللاعب وكذا ده سافر ده حسونه ده لم يسجل في الاتحاد. ده سافر عنده 13 سنه. اوكي. فيعني ما فيش يعني كل الكلام اللي بيتقال ان هو لعب في مع مصر وشويه وبعدين لم هو عنده كام سنه دلوقتي يعني 18 مش عارف ولا 19 حاجه. طيب يعني الراجل يعني سافر من 6 سنين فهو عنده 13 سنه سافر كان بيشارك في بطولات ايه. هو والده بيشتغل هناك سافر راح درب ابنه طلع معاه اتجنس لعب. يعني الدوله بتهتم بالرياضيين بتهتم بيهم فعلا جدا. أيوة. جدا يعني لا خلاف على حاجه زي كده. الاتحادات بتقوم بدورها. بيحصل ان حاجات من بيحصل ان بيتم بعض اللاعبين في من العاب مختلفه من دول كتير جدا جدا بيروحوا بلاد تانية وبيلعبوا باسمهم. مش لا الموضوع ده لا يؤرق اللجنه الاولمبيه. لا ما لا يؤرق. هو مش احنا حالات عندنا بسيطه بالنسبه لدول تانية كم غير طبيعي بيمشي منها. في افريقيا في الكوره كل اللي بيلعبوا دول. معلش حضرتك ما تبقاش زعلان لما تلاقي مثلا واحد حسونه ده طبعاً خد ذهب. ما هو الذهب ده كان ممكن يبقى في مصر. طبعا. طب ما هو واحد كندي برضو كان بيلعب على رايك هو ده في الكوره. انا مش بتكلم على حسونه تحديدا ولكن هو شعراوي في موضوع الابرز في ايطاليا في يعني ده هو ده ايه قاعد في ايطاليا. ما هو ما بيقولش عليه مصري و ده انا بتكلم في اقرب حاجه حصلت ان هو عشان حسونه خد بطوله. حسونه مشي 13 سنه وخد ذهب وخد ذهب. الناس بتتكلم ان يعني ده لو كان في مصر يا جماعه ما كان خد ذهب برضه في مصر. ما هو كنا بدل 6 بقوا 7. ما احنا خسرنا الاتحاد رفع الاثقال انه ما راحش بسبب بالظبط. خسرنا كام ميداليه. خسرنا كام على الاقل ميداليتين. ف يعني بسبب المنشطات. بسبب المنشطات والكلام ده. ففي الاتحاد كام. فده برضه ان شاء الله ما نتكلم على الاعداد اللي جاي في باريس ان شاء الله. فوجود اتحاد رفع الاثقال موجود معنا يبقى فيها والالعاب اللي احنا بنتكلم فيها تبقى متواجده باعداد قوي اعتقد هنرفع عن 6 ميداليات. اذا هو موضوع لا يؤرق اللجنه الاولمبيه. ده موضوع طبيعي. انا شايفه انا بالنسبه لي شايفه طبيعي. وكل واحد بيقوم بدوره كوزاره شباب ورياضه كلجنه اولمبيه كاتحادات ان هي تحافظ على اللعيبه بتاعها. نشوف بقى قوانين تحد من حاجه. أيوة. زي كده ماشي. لكن الكلام كله مش قوانين بس محليه. انت مرتبط بمنظومه ومنظومه رياضيه عالميه ان انت ما تقدرش تمنع واحد ان هو يلعب. هو انا بقول حكايه في الاخر انتماء. انتماء. فهو واحد هو من نفسه عايز مش هتقدر تمنعه. والقوانين يعني بعض الاتحادات الدوليه بتعطي الحق ان واحد بعد سنتين ممكن يلعب. يعني الاتحادات الدوليه برضه اللي بيمثلها ايه دول كبرى وليها قوانين مختلفه. لا ودول كبيره بتفيد الدول الكبيره اللي هم معاهم. فبتحط حاجات ولوائح تفيدها ان هم ممكن يستقطبوا لاعبين من دول تانية. فان هي ممكن يعني في بعض المفترض ان لاعب شارك باسم بلد ما ينفعش يشارك بيها مثلا يقولوا 5 سنين. فما تخليه ان هو يروح 5 سنين وما يشاركش مثلا يبقى مش لازم يتجنس. لكن انت مش بعد هو شارك في الدوره دي بعدها يلعب السنه الثانيه باسم ثانيه ما ينفعش يعني. اذا هناك بعض القوانين اللي بتتيح للجميع ان هو يتجنس. طبعا يعني بالتالي مش هنبقى قادرين يعني ان مش احنا مصر مش الدوله احنا اللي لنا يعني الموضوع واقف علينا بس. لا هي قوانين اتحادات محليه ودوليه ودوليه فده اللي بيأثر فيها. طيب
برضو ايه الرمز اللي كان عايز او عايزه تقوله اللجنه الاولمبيه في اختيار هدايا ملاك في حفل الافتتاح ان هي تحمل العلم الاولمبي العلم المصري في حفل الافتتاح ثم جيانا فاروق في النهايه؟ هايل في الختام. هي هدايا ما شالتوش لوحدها، هي وعلاء ابو القاسم اتنين مع بعض. وده كان تقدير لهدايا بالدور اللي عملته والميداليه اللي كسبتها في الدوره اللي قبلها، وبنت يعني حاجه جميله ان هي تواجد، وتواجد بنت بترفع العلم ده حاجه كويسه. وعلاء ابو القاسم الواحد اللي حصل على ميداليه قبل كده في السلاح في الاولمبياد، فدي برضو حاجه كويسه جدا جدا. هما اتنين. بالنسبه لجيانا فاروق، وبالرغم من ان هي واخده برونز وفريال واخده ذهب، ده كان تقدير لجيانا ان هي اخر يعني ممكن تبقى اخر دوره لها ومش هتلعب، ف يعني هتعتزل. مين الفندم اللي بيقرر مثل لا كان مجلس قعدوا مع بعض كلنا، ده بيبقى مجلس يعني انا عشان بس كلها والناس كلها في اللجنه قعدوا مع بعض، والاتحاد بتوعهم برضو لما اتعرض على الناس بتوع الولاد ما كانش فيه اي غضاضه من لاعيبه او تانية يقول لا دي ما تشيلش. طبعا الناس كلها تعاون كامل جدا جدا، وكان ترحيب ان جيانا هي بتشيل العلم ترفع العلم المصري وفريال. ده شرف ما بعده شرف يعني. طبعا طبعا هيتكتب في التاريخ، وهيتكتب في التاريخ ان الفريال اول واحده مصريه تاخد الذهب. يعني كل واحده هيتكتب في التاريخ، وهيتكتب في التاريخ ان احمد الجندي الاول واحد يجيب ميداليه للخماسي الحديث في تاريخها. وسن الناس، وهيتكتب لكيشو في التاريخ. الناس دي كلها هتخلد زي ما احنا عندنا المتحف المصري بتاع اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هو من اقدم المتاحف، وفي صور الابطال اللي خدوا ميداليات فريد سينيكا والعظماء اللي في من اول تاريخ اللجنه الاولمبيه، دول صورهم كلها تتحط في المتحف المصري وهتتحط في اللجنه الاولمبيه الدوليه. تواجد الناس دي باساميهم، حفروا اسمهم بجد من يعني في التاريخ للرياضه العالميه. الحقيقه دور النادي الاهلي في هذا الامر برضو في جيانا تحديدا كمان، لانه ايمان النادي الاهلي بان او دوره الطبيعي ان كل اللاعبين اللي بيبقوا متواجدين في البعثه الاولمبيه لازم النادي الاهلي دايما يبقى في ظهرهم، وايمانهم بجيانا فاروق ان هي تحقق هذا الانجاز التاريخي كاول، طبعا هي كاول مصريه او اول عربيه الحقيقه تصل الى هذا الدور وتصل الى الميداليه البرونزيه، اعتقد ده انجاز كبير جدا جدا، والنادي الاهلي يستحق طبعا التحيه في هذا الامر. طبعا النادي الاهلي، ولازم برضو نقول برضو كان من النادي الاهلي دينا مشرف، ودينا يعني طبعا ابن الشرعيه للنادي الاهلي طبعا الاساس، فدي برضو حققت نتيجه كويسه ولعبت عملت دور كويس. لكن جيانا فاروق كابنه من ابناء النادي الاهلي، الانجاز اللي عملته في الفتره اللي هي لازم نقول فتره وجود الاتحاد الكاراتيه او لعبه الكاراتيه داخله للدوره دي ومش داخله تاني، مش لعبه اولمبيه يعني، هي بس تواجدها للالعاب الاولمبيه اللي اقيمت في اليابان غير كده مش موجوده بعد كده، فهي حققت انجاز في فتره يعني هي مشيره جدا. طبعا طبعا دي حاجه هايله جدا. واحتلال برضو الكاراتيه او احتلال مصر في المركز الثالث في الترتيب العالمي للكاراتيه، اعتقد بعد ميداليه جيانا وبعد ميداليه فريال، اعتقد ده شيء جيد جدا. والله دور الاتحاد المصري للكاراتيه ودور الكاراتيه من الالعاب المنتشره جدا في مصر، يعني ما تقول عدد اللاعبين المسجلين في اتحاد الكاراتيه من اكبر العاب في يعني حاجه مخيفه، يعني الكاراتيه متواجد في كل النوادي ومراكز الشباب، ووزير الشباب والرياضه اساسا الدكتور اشرف لاعب كاراتيه، لاعب كاراتيه ولما رجع يعني في الـ كان بيدينا تعليمات ورجع الفريال وراح اتفرج على البطوله وكان داعم كبير جدا لها، فيعني يعني برضه حاجه كويسه ان وزير الشباب والرياضه بتاعنا لاعب كاراتيه. اعتقد الدور الدوله واضح جدا في دعم اللاعبين، بما اننا كنا بنتكلم عن مبالغ طبيعيه طلبها كل اتحاد محلي، اعتقد ان دور الدوله واضح جدا وقامت بيها الدوله ووفت بيها في وقتها في كل حاجه سنان، يعني مظبوط دي حقيقه، وتم الصرف على اكمل وجه في توقيتات كويسه كل في وقته، ما كانش في خلل في اي وقت، يعني وزاره الشباب والرياضه قامت بدورها على اكمل وجه، كل المتطلبات الماليه اللي طلبت منها من خلال الاتحادات الرياضيه طرد عليها وعرضتها على اللجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه عرضتها على الوزاره
تم تلبيتها في وقتها يعني مفيش حاجه اتاخرت. يعني ممكن الفلوس تجيلك بعد ما يكون الموضوع خلص وانت خدت ما جالكش ما جاتلك الفلوس مش هتقدر تستفيد بيها بالظبط. لكن وقت الفلوس جت في وقتها لم يتاخر الوزاره لم تتاخر الوزاره عن طلب اي فلوس او اي دعم مادي لبطوله ولمشاركه فيها في وقتها. كل البطولات بدليل كم البطولات اللي اقيمت في مصر بطولات عالم ان العالم كله كان واقف مفيش بطولات وكل البطولات بتعمل كاس العالم لكره اليد اللي انا بعتبره اللي تم فيه في مصر كتنظيم حقيقي. انا شفت كاس العالم لليد اليد انا كنت في اليابان في البطوله دي وشفت هنا احنا مش عايز اقول والله بجد يعني اجراءات احترازيه صحيه اللي اتخذت في كاس العالم لكره اليد اعلى من الاجراءات الصحيه الاحترازيه اللي اتخذت في اليابان. يعني في المطار وانا داخل من المطار في اليابان 4 ساعات مش انا لوحدي كل الناس. احنا هنا في مصر كان 15 دقيقة الناس خارجة من المطار رايحة بعثتها. الناس في الفنادق يعني انا كنت خارج البعثة مش في القرية الأردنية في الفنادق الفندق المفروض في قاعة الناس في الفندق موجودين بيروحوا بيوتهم. احنا كان هنا في البطولة كل الناس اي حد مشارك في البطولة خلاص قاعد قاعد مقيم في نفس الفندق الاستاف قاعدين فيها السواقين بايتين العربيات. احنا ما فيش في اليابان الكلام ده العربيات اما احنا جينا عملنا بتوصل وترجع عادي وترجع عادي وما فيش اي مشكله خالص بيتعاملوا مع الناس وبيروحوا بيوتهم والكلام ده. طب العربيات اتفضل. كان احنا كنا عاملين طلبنا يعني اللجنه الطبيه الدكتور حازم يعني من الناس لازم نشيد بيه كان في بطوله كاس العالم لكره اليد اما جينا نقول العربيات الاوتوبيسات والكلام ده هنعمل لها فاصل بينه وبين اللاعبين والسواق فاصل طبي يعني فاصل وفاصل على يعني هايل جدا ومش عارف عشان ما مش عايزين نوفر تكاليف سواء ما بينش السواقين رفض. هناك بقى الفاصل هناك كانوا عاملينه اي كلام حاجه كده ورقه يعني وهوا داخل منظر كده يعني. منظر ومفيش اي حاجه خالص. فالاجراءات الصحيه والاجراءات الحظيره اللي اتخذتها مصر كانت عاليه جدا. كم البطولات اللي اقيمت في مصر في الفتره دي وقامت بها وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه بطولات غير طبيعيه دي بتدي انطباع لقوه الدوله المصريه. دول كتير كانت بتخاف تنفذ بطولات زي دي مزبوط. عشان مش ناقصه حتى اليابان احنا لسه كنا بنتكلم في النقطه دي لا ودول كتير في بطولات اتلغت عندها ومصر اللي قالت هنعمل بطولات. كاس العالم كره اليد كانت حاجه مشرفه. كاس العالم للسلاح الخماسي الجمباز كم بطولات تمت هنا في مصر بتنظيم على اعلى مستوى باجراءات مزبوط. غير طبيعيه بتدل على وضع مصر وقوه مصر وده اللي عمل حاجه مهمه جدا في البطوله. احنا كنا اول ما دخلنا مسافرين كان في مشكله ان انت داخل في مصر حاطينها في ريد زون اريا ان انت لازم تقعد توصل قبلها ب3 ايام ودي اللي كانت تبقى مشكله في كره القدم ما كناش هنعرف نسافر لعبت الاهلي شافهم الاجراءات اللي مصر بتتخذها وكلام من ده مصر شالوها من الريد زون اريا وبقى عادي جدا ان يسافروا. عشان كده الشناوي راح في وقته ومفيش اي مشكله مفيش اي مشكله فده دليل فعلا لازم نحيي فيها ده دور الدوله المصريه والحكومه المصريه لاهتمامها والاجراءات اللي بتتخذها اللي احنا كل العالم فيها اعداد بتزيد واحنا بنقل. يعني احنا دلوقتي في الكورونا الاعداد بتقل نتيجه الناس كتير بتتكلم لا بس الناس بتعمل اجتماعات وبتعمل حاجات والناس مش واخده بالها ومش عارف ايه الارقام اللي بتقول والارقام ما ينفعش نكذب الارقام ما ينفعش نفبرك ارقام ونقول حاجه. عدد بيقل ونسبه الوفيات بتقل فده دليل اجراءاتك مظبوطه جدا. كم الناس اللي بتاخد تطعيم في مصر زادت بشكل في دول ثانيه ما وصلتش للارقام اللي انت وصلت لها. احنا اللي بنطالب الناس ان هم ياخدوا تطعيم بنعمل حملات الناس تطعم اما دلوقتي بس ما عندكش نوع واحد لا انت جاي لك جونسون اند جونسون وجاي لك كل الانواع كل الانواع موجوده زائد ان انت بقيت تصنع فده قوه للدوله المصريه ودور كبير للحكومه ودور اهتمام بالمواطن المصري وبالشعب بجد حاجه تدعو للفخر. طيب برضو في اطار اللي بيحصل ايه الفارق اللي شفته ما بين الدوره الاولمبيه مثلا او مش مثلا ان حضرتك كنت هناك ايه اللي احنا محتاجين ان احنا ناخده من التنظيم علشان نقدر ننظم خلال الفتره اللي جايه دوره اولمبيه؟ يعني هو كتنظيم أيوة. وامكانيات ما اعتقدش ان عندنا مشكله تماما. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى مشكله المواصلات الزحام زحمه ده بس اليابان زحمه برضو جدا اليابان زحمه بس منظمه قوي اوكي منظمه قوي مروريا
مروريا يعني مروريا يعني لازم ناكل يعني احنا الحمد لله في تنظيم عندنا لكن الحمد لله دلوقتي اعتقد قوانين المرور اللي بتنزل دلوقتي والالتزام بيها اعتقد ممكن يكون طبعا دور. لكن انت بتتكلم على امكانيات طاقه فندقيه تستوعب في مصر طاقه فندقيه عاليه جدا 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 تستوعب عندنا استادات بيتم بنائها في كل منشآت رياضيه يعني منشآت رياضيه تستوعب لاي بطولات لاي حاجه يعني ما فيش ادنى مشكله. احنا ممكن نفكر في تنظيم الاولمبيكس بعد كده البطولات الاولمبيه طموحات المصريه وطموحات الدوله المصريه والقياده المصريه كقياده سياسيه او قياده رياضيه اعتقد نقدر نعمل اي حاجه يا رب ان شاء الله. نتمنى طبعا نشوف الدوره الاولمبيه في مصر. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع ناخد اسئله اخيره للاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ ممدوح خلينا بقى نترك البعثه الاولمبيه قليلا ونتجه الى الانتخابات. انتخابات الانديه وانتخابات الاتحادات احنا عمالين نسمع كلام رايح جاي، هل في انتخابات للانديه؟ هل في انتخابات للاتحادات المحليه اللي كلها تحت اللجنه الاولمبيه تقريبا؟ ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ هو في مؤخرا عرفنا ان في بعض الاتحادات عملوا فتح باب الترشيح وعملوا اجتماعات جماعة عمومية بتاعتهم فتحوا باب الترشيح والانتخابات بتاعتهم اعتقد السباحه والجودو وتنس الطاوله دول انتهوا بالفعل مش ما انتهوش من انتخابات يعني فتحوا باب الترشيح وتم غلق باب الترشيح. بعض الاتحادات نزل فيها ناس بعضها لم حدش نزل، يعني مثلا في اتحاد السباحه الناس شافت ان المهندس ياسر ادريس قايم بدوره وتمام جدا ليه هو ما عملهاش في السر، يعني عمل كان في كلام ان هو الكلام اتعمل ما بقاش ما كانش علني يعني ما هو ما ينفعش ما يبقاش علني، ما هو في لوائح وفي قوانين لازم يمشي عليها، فبيعمل اعلان وينزله في جورنال في جريده رسميه والناس بترشح وبيتعلق في الاتحاد والناس بتعرف والناس كانت كلها عارفه، بس في ناس شايفه قوه مهندس ياسر ادريس كانتخابيه اتحاد السباحه تحديدا وانجازات عملها الاتحاد او نشر اللعبه بطريقه معينه او فشافوا ان هم ما عندهمش فرصه ان هو ممكن ينجح قدامه فخدها بالتسكيه فما نزلوش فده او شافوا ان هو اقدر ان هو يكمل فما نزلش. نفس النظام في الفروسيه ده اللي حصل ان شايفين بالشكل ده ان المنشم حطب قام بدوره في الاتحاد او ما لهمش دور للمنافسه فما حدش نزل. في بعض الاتحادات نزل قدامه في الجودو فتحهم وناس نزلوا، طب ما هو اشمعنى ده خدوا بالهم دول فالناس كلها أوكي. امور واضحه جدا فبتتم الانتخابات الاتحادات الجامعات العموميه بتاعتها ما فيش مشاكل فيها. ليه؟ في بعض الاتحادات الجامعه العموميه خمس انفار او ست انفار او سوري ست هيئات او 10 او 15 فما فيش فيها قلق في عمل انتخابات نقول اجراءات احترازيه. طيب بالنسبه بقى للانتخابات اللي فيها عدد كبير، انتخابات كره القدم، انتخابات كره السله، انتخابات كره اليد، ما هو كره اتحادات يعني 138 او حاجه كده، فلو مكان مفتوح او زوم او وات ايفر ممكن ما فيش مشكله في اقامه. يعني هل الانتخابات هتقام ولا لا؟ الانتخابات حسب القانون وحسب اللوائح هتقام، ما فيش للانديه كمان؟ للانديه لسه بقى يعني في بعض أندية أعلنت زي مثلا نادي الحوار في المنصورة عمل دعا للجمعية العمومية والناس اترشحت وهيتعمل انتخابات وما شفتش أي فيها حاجة تم فيها الاعتراض. لسه بقى جايز في قرارات تتخذ من الدولة لإجراءات معينة، ده موضوع تاني أوكي. لكن لحد دلوقتي تم فيها أي اعتراض على أي حاجة لم يعترض عليها. إذا انتخابات الأندية ستقام حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها اللي بعض اللي قدموا زي بقول لك مثال نادي الحوار في المنصورة ده قد عمل جماعة عمومية والناس اترشحت وفي انتخابات في شهر 8 أفتكر آخر 20/8 متهيألي فده موجود. لكن الاتحادات نفس الكلام لا ما الاتحادات برضو نفس الكلام. الانديه بقى بقيه الانديه في او ما فيش لا ممكن يتخذ قرار بعدها من الدوله يقول لا ان في اجراءات حاجات معينه اجراءات احترازيه مثلا فده ممكن توقف الكلام ده اذا حتى هذه اللحظه الانتخابات قائمه في الاتحادات وفي الانديه لحين ما ننتظر اذا كان هناك لحين اشعار اخر يعني لانه حضرتك عارف ان كان في كلام كتير جدا على موضوع الانتخابات ده خلال الفتره السابقه. الناس يعني احنا بنتكلم على الظاهر قدامنا والطبيعي. في اتحادات عملت جامعه عموميه؟ نعم. في اتحادات
في انتخابات فتحت الترشح تمام، في اتحادات نزل فيها مرشحين قدام بعض، ايوه في بعضهم ما فيش حد نزل تمام. عندكم متابعه دائما لهذا الموضوع طبعا؟ الموضوع واضح جدا. انديه ايوه في انديه فتحت وعملت دعت للانتخابات وتم الترشح وتم وتحديد مواعيد وما فيش اي عليها اي اعتراض لحد دلوقتي. السنه دي هتتحسب بقى، السنه اللي هي اتخذت زياده دي هتحسب قديم ولا جديد؟ بمعنى ان يعني الاتحادات القادمه او الفتره القادمه للاتحادات او للانديه، الاتحادات مرتبطه بدوره اولمبيه، الدوره الاولمبيه الانديه اربع سنوات مهما كانت الامور لكن الاتحادات مرتبطه بالدوره الدوره الاولمبيه المفروض انها هتبقى في 24 في باريس بالظبط، فبالتالي هتبقى 3 سنوات تمام. مش 4 سنوات ده بالنسبه للاتحادات لكن الانديه 21 يبقى لغايه 25 اربع سنين وبعد كده يتم الانتخابات مره اخرى. عموما في النهايه يا استاذ ممدوح انا عايز اسالك سؤال، انت مبسوط باللي حصل في البعثه الاولمبيه؟ طبعا سعيد جدا. سعيد طبعا، واتمنى نعمل احسن من كده في اللي جاي ان شاء الله. اخيرا لو حضرتك عايز تقول حاجه بقى لكل الجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله اللي بيتفرج على حضرتك دلوقتي في ما حدث في البعثه الاولمبيه، حدث من خير يعني في البعثه يعني الأولمبية. حاجه كويسه ان كان الاهلي فيه ممثلين من النادي الاهلي كجيانا فاروق موجوده، دي حاجه كويسه. والاهلي متواجد في العاب كتير برضو، في كره اليد، بعثه كره اليد كان فيها من النادي الاهلي وان شاء الله بقى ندخل بقى في حاجه تانية في كاس العالم للانديه، نبقى ان شاء الله الاهلي يعمل حاجه كويسه في كاس العالم وتبقى تاني سنه لتواجده على طول في مشاركته في كاس العالم للانديه كره القدم. ثالث سنه بقى يا رب، متتاليه يعني ثالث سنه متتاليه يعني احنا 9 و10 فتبقى حاجه هايله جدا، و ربنا يوفقهم ان شاء الله في كاس العالم للانديه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. حضرتك اهلاوي ولا حاجه تانية؟ انا اهلاوي. ما عندكش مشكله ان انت تقول لا اصلا يعني في شغلي انا ما ببصش لاهلي وزمالك انا في شغلي بنعمل شغل ملوش علاقه، لكن انتمائي انا اهلاوي، لكن ده ملوش اي علاقه وتاثير على عملي يعني. لن ما ينفعش ان انا جامل الاهلي او اجي على طبعا الأهلي. ما ينفعش اجامل الفريق تاني على فريق تاني، انا بقوم طبعا بالدور اللي انا بقوم بيه بناء على لوائح وقوانين بمشي عليها. صراحة الحقيقة أنا بحترمها في حضرتك، يعني أتمنى إن كل الناس تبقى عندها هذه الصراحة. الله يخليك. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ ممدوح، دايما بتشرفنا وبتنورنا وبنسعد بوجود حضرتك معانا دائما. الله يخليك. شكرا جزيلا وألف مبروك للإنجازات اللي حصلت. الله يخليك. شكرا خالص. شكرا جزيلا الأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي طبعا للجنة الأولمبية.